في حاجة يا حاج ولا ايه؟ حاجة في بقك؟ لا، مين انت عايز ايه؟ السلام عليكم يا حاج. انا حجيت الحمد لله يا رب. طيب انا ابويا بعتني عشان اخد ايجار الشقة. حق الناس هو كام؟ اللي تجيبه يا حاج. الحمد لله. لان ابويا انا اصل ابويا الحلواني وصاني، ابويا الحلواني وصاني ان اجي اخد منك الايجار. الحمد لله، خد وبهت الباقي. انت تعرف اسمك؟ صباح الفل يا حاج. قالوا لي دور بليز حبيبي في الادراج دي كده. ما فيش ها؟ طب بص روح لملي كل البيكتشرز اللي في البيت. حاضر. اهو الحمد لله يا ربي الحمد لله. ده شريط ايه ده؟ شريط برشام؟ ده الفرح بتاع بابا وماما، يمكن يا رب يفكر بابا بأي حاجة. أنا مش عايزه يفتكر حاجة، أنا عايزه زي ما هو كده. هو أنت إيه؟ ما عندكش دم؟ دي كل الصور اللي في البيت. ميرسي يا حبيبي. بس ما في مشكلة، أنا مش لاقي ولا صورة ليا مع بابا، يعني مش هيفتكرني ولا إيه؟ أقول لكم إيه؟ إحنا لازم نتفق مع بعض إيه المواقف الجميلة اللي هنحكيها له عشان يفتكر. وده جيب له مواقف جميلة منين؟ ده أنا كل مواقفي معاه مهببة. يعني يا رب لا مواقف ولا حتى صور. يا رب يفضل ناسيني يا رب، يا رب ما يفتكرني، ده رزقه وجالي يا رب حبيبك النبي. يا رب ما تقومه من قومته ولا تنيمه من نومته ولا تصحيه من غيمومته. والله العظيم يا ايمن لما بابا بس يخف بالسلامه هخليه يطين عيشتك. روح يا عيله شغل الشريط ده على منده بابا. بص الحته دي انت متخلف يالا، بتحاول ليه متخلف؟ مش عاجبني يا عم، مش عايز اتفرج عليه. بطل صوت صوتك يالا عشان ما اضربكش يا. ولا انت كداب اصلا وما تعرفش تضرب. الطبيب. طب سيبه سيبه سيبه. طب علي بقى علي. اهو اهو انا لازم اشوف الحادثه يا بابا. الكمبيوتر هو بابا مش في البيت يا ولاد؟ يمكن في الغيط. هات يا ابني الكابل يا ولاد. بابا بجد مش في البيت، يمكن ماشي على الحيط او بياكل سبيت. ايه لوزر؟ مكرهش في حياتي اللي قعدت القهوه انا. ده العظيم ما بحبش اقعد على القهوه ابدا، بحب اقعد على السطح. هوا وميه و... السلام عليكم. اتكل على الله يا ابو. والله العظيم احنا قاعدين فين؟ السلام عليكم. ايه ده؟ ايه ده؟ الفنانه يا جدعان؟ الفنانه يلا يا عم كار. خلاص يا جدعان، خلاص يا جدعان حبيب قلبي. خلاص يا جدعان ربنا يخليك يا عم. خلاص في ايه يا جدعان؟ خلاص في ايه؟ اتنقل على عينك يا في ايه؟ خلاص في ايه؟ عامل ايه يا فنان؟ الحمد لله تمام. اطلب طلب اؤمر. بوسه بس والنبي معلش. ماشي بس بالراحه. في ايه يا عم؟ هتبوسني في بقي؟ بحبك يا فنان. بتحبني تبوسني في بقي؟ امال اعمل ايه؟ ده كلام. واخبار بابا الزعيم ايه؟ بابا الزعيم؟ ايوه بابا الزعيم كويس الحمد لله. وزعيم عليكم في البيت برضو كده؟ اه زعيم في البيت علينا برضو. يا لهوي على ده، انت تلاقيك مهرمغ انت في العز. فلوس وياقوت ومرجان، احمد مرجان وجواري وكل حاجه. جواري وياقوت ومرجان؟ لو انت فاكرنا كفار ولا ايه؟ مش بابا الزعيم؟ ايه بابا الزعيم؟ مش بابا ولهب يعني؟ امال ايه يا فنان؟ ده انت الفنان يا فنان. الله يكرمك. امال فين يا فنان؟ فين ايه؟ فين البوليس والشرطه الكتير اللي معاك؟ انت شعرك عامل كده ليه؟ شعري كارته كارته عشان ابويا مش الزعيم. اه لا فكك بقى بالسكه الواطيه دي. اه بقول لك ايه، في حد بتاع شكمانات قريب؟ انا اقرب واحد ليه. اقرب واحد ليا في ايه؟ في الدنيا. في الدنيا انا لسه عارفك دلوقتي. ايوه انا. انت ايه؟ انا بتاع شكمانات. انت بتاع شكمانات؟ اه انا شكمان اهو. طب اثبت لي كده اهو. اه ده انت عبيط بقى. اه طب فين الورشه؟ الورشه قدام، ده انا لسه فاتح ورشه دلوقتي. ورشه ايه؟ ورشه شكمانه. بتشكمن يعني؟ اه نروح نتشكمن انا وانت دلوقتي. اركب تشكمن. يلا بينا اركب مع الفنان. يا الفنان اهو، الفنان اهو. الله يكرمك ربنا يخليك. الله يكرمك الفنان ربنا يخليك. سلام عليكم. مع السلامه ربنا يخليك. خلاص يا خلاص يا خلاص يا خلاص يا فنان. خلاص يا امشي يا خلاص امشي يا خلاص. الله ما العربية عادية يا فنان. امال في ايه؟ بقول لك ايه، لو حد سالك الورشة دي بتاعت مين هتقول له انا مش عايز غلط في الكلام. تمام يا ايمن، بس في الانجاز بقى عشان دي حاجة اكل عيش. ما هي في الانجاز، بس اتكل انت على الله وانا بأغمزك بقرشين ما تقلقش. تمام يا ايمن. يلا امشي، لا حول ولا قوة الا بالله. ايه يا اسطى؟ ايه ايه يا اسطى؟ بقالي ساعة
هو ساعة كتير؟ اه ساعة كتير، انا عندي معايا ده الله يكرمك. طب ما بعتش السواق ليه مدام قرفان كده؟ يا عم انا ما عنديش سواق. انت هتعمل لي غلبان يا باشا. النيلة السوق انا بنغير الشكمان يا باشا. في ايه شكمان؟ الشكمان ورا اساسا، انت بتعمل ايه قدام؟ ما احنا بنجيبه من اوله بقى عشان نجيبه كله. الله، يعني هي اللوز بتتعمل من هنا؟ اللوز ما بتتعمل من هنا يا باشا. الله يا ولا هي مفيش مخ ولا ايه؟ انا حمار معلش. طب الطياره بتاعتكم فين يا فنان؟ هيبقى عندي طياره واجي اصلح الشكمان عندك. ما انت عندك طياره، وانت هتخبي؟ سايبها للمشاوير الطويله. ماشي. العربيه دي كام فولفو يا باشا؟ انت حمار يالا ولا مالك؟ في ايه؟ ثانيه واحده، ثانيه واحده يا باشا. الو. ايوه يا لهفه، والله العظيم محمد امام هنا النجم والله. لهفة اهو محمد امام اهو. ها ميرسي ايموني، ميرسي قوي قوي ايموني حبيبي، ربنا يخليك ليا. ما تسيبهوش غير لما انت ماضيه معاه. ميرسي ايموني. محمد ازيك يا محمد؟ ازيك؟ عامل ايه يا كابتن مصر؟ الحمد لله ربنا يخليك. مين؟ اخبارك ايه؟ انا لهفة اخت ايمن. اخت ايمن؟ ايوه. ده ايمن ده حبيبي، ربنا يخليك. ازيك يا لهفة؟ الحمد لله. حلو قوي اسمك. ميرسي، ربنا يخليك. حلو قوي قوي قوي. ميرسي ميرسي. عايزه اقول لك ان ايموني بيعزك جدا جدا جدا. ده ايموني ده عسل والله، والله العظيم ده ايموني ده اجدع واحد انا قابلته هنا. اول ما قال لي ان انت هنا جيت جري. ده حظي الحلو بجد، ربنا يخليك. ربنا والله ربنا يخليك انت. اوعى تفتكر ان انا معجبه وجايه اقتحم خصوصيتك كده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا انا زميله، انا فنانه بجد. اه والله انا زميله والله. اه ايه بتمثلي ولا بتعملي ايه؟ اه بمثل. ما انا افتكرتك، انا افتكرتك. اه لفحه. لهفه. لهفه ايوه. حلو قوي. بجد افتكرتك، انت عملتي دور حلو قوي في ما تساعديني كده. لا بس عملت ادوار كتير انا نفسي مش فاكراها. مش مهم والله بجد. مش مهم. المهم بابا الزعيم عامل ايه؟ برضو اه بابا الزعيم كويس الحمد لله، ربنا يخليه لنا يا رب ويديله الصحه. زعيم برضك في البيت عليكم وكده؟ اه ده انتوا اخوات رسمي بقى. ايموني قال لك نفس الكلام؟ ايموني ده طلع عيني من ساعه ما جيت وسابني. انت اخبار بابا ايه؟ الحمد لله. انت تعرف بابا؟ لا بس مسيري هعرفه ان شاء الله. بابا على فكره فنان بجد؟ اسمه الحلواني. اه الحلواني. اه هو من نفس جيل بابا. لا اه والله بابا الزعيم. ايوه بجد. أوه. عارفه يا لفحه؟ لهفه. لهفه اسمي لهفه. حلو قوي حلو قوي. لهفة جديد. إيه؟ انتي عملتي ادوار ايه قبل كده؟ عملتي ادوار شعبي؟ والله انا لو عملت شعبي هبقى بغير جلدي خالص، يعني هبقى بعمل حاجه الناس مش متوقعاها مني، بس مفيش مشكله اعمل شعبي طبعا. هو تغيير الجلد مطلوب؟ يعني بتلبسي جلابيه وكده؟ اه طبعا البس جلابيه، مفيش مشكله عادي خالص. تلبسي بدله رقص؟ ايه والله دي محتاجه شويه تفكير، بس ممكن البس يعني دور الراقصه برضك، ده يعني تالنت بيبقى فيه. بتعرفي ترقصي اصلا؟ اه انا فنانه شامله، انا بمثل وبغني وبرقص بعمل كل حاجه، انا نيلي وشريهان الجايين. تعرفي تطبخي؟ والله الطبيخ انا يعني خالته هي اللي معلميني طبيخ، وخالته فاشله يعني بجد. آه. بجد والله. هو الفيلم فيه طبيخ؟ لا في الشقه. الفيلم يعني ايه في الشقه؟ اه لا يعني الفيلم اسمه الشقه. الفيلم اسمه الشقه. الشقة. اه اسمه الشقه. اه ومش عارف كده شايفك في دور معايا. ربنا يخليك. اهم حاجه يا محمد دي احلى حاجه بقى انت قلتها. ليه؟ قولي ليه؟ ليه يا لف؟ لان انا بجد اكتر واحده احس بيك في البوينت دي. قول يا لف. بجد لان انا برضو قعدت وقت طويل جدا عشان اطلع من العباءه بتاعت بابا. انت نفس الشيء برضك، قعدت وقت طويل عشان تثبت للناس نفسك وتطلع من العباءه بتاعت بابا. صح فهمت؟ فما تيجي تعمل فيلم ما تعملش فيلم كله شباب، لازم يبقى معاك بنت تسندك. العنصر النسائي مهم جدا. عارفه يا لهفه؟ ايوه. انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ لا في ايه بقى؟ لا لا سيب ايموني ينطلق بجد، يعني العربيه بتاعتك في ايد امينه، في ايد ايموني. انطلق يا ايموني. والله بجد ايموني ممكن يعمل لك اي حاجه انت عايزها، احنا اصلا عيلتنا كلها تعمل لكم اي حاجه انتوا عايزينها. ربنا يخليك. لو الزعيم شخصيا عايز حاجه ممكن يجي نسيق لكم ونرسل لكم اي حاجه. لا لا فانت زميله ما ينفعش تقولي كده يعني. ميرسي ربنا يخليك. اتكل انت على الله روح. ميرسي قوي. متشكره قوي قوي. ما تيجي اي حته. يعني ايه؟ يعني ايه صحيح؟ لا انا قصدي يعني ما تيجي تعملي كاستنج للفيلم اللي انا داخله. خلاص اوكي مفيش مشكله. اني تايم كلمني اجي اعمل كاستنج. 2 بالليل. 2 بالليل؟ لا عشان بيبقى يعني ايه، بيبقى الخفه الزحمه خفت وبيبقى عشان نعرف اعمل لك كاستنج. صح. لا مفيش مشكله خالص في المواعيد، يعني احنا عيله اوبن مايند جدا. انت هتبقي نجمه يا لهفه. والله العظيم. لا واسمك حلو قوي كمان، لهفه جديد في لهفه. ايه؟ لهفه. حلو قوي. شكرا. لهفة. أيوة. حلو قوي قوي. ناخد سيلفي بقى يا محمد. يلا يلا. هانيا هانيا شوف بابا. خرب بيتك أنا عرفتك السودة. فين؟ أنت مش عايزة تمثلي؟ طبعا. خليكي ماشية ورايا. طب معلش فهمني يعني هنقابل مين؟ رايحين فين؟ وزة. بس ولد. مش عارف.
احنا دلوقتي رايحين لاكبر واحد واهم واحد في مصر. مين؟ حسن فلاشة. مين حسن فلاشة؟ حسن فلاشة دوت اللي هو مخترع الفلاشة، اكبر خبير فني واحسن من اي مخرج ومنتج في مصر. لا لازم انا غلطانة ان انا ماشي وراك. ما تخافيش. ماشي. بص بقى لهفة، الواد دوت الواد ده جامد وانا عارف، وده اللي هيخليكي نجمة. يا رب يا ايموني، اصل انت برضو بيبقى ليك حاجات يعني فظيعه. لا ما تقلقيش، المره دي انا حقاني. يعني انت واثق فيه؟ انا واثق ثقه عمياء. هو ده ولا ايه؟ هو ده. هو ده. صباح الفل يا باشا. اهلا وسهلا، امرني. دي اختي لهفه اللي كلمتك عليها، اللي المفروض نخليها نجمه بقى. مين حضرتك؟ انا اخو لهفه. اهلا وسهلا. انا حابب اقول لك ان اختك لهفه فعلا شكلها نجم، دخلتها دخلت نجمة. بص الابتسامة مع الكسوف بتوع نجمة، شعرها ليس نجمة، عينيها الياينر، الياينر نجمة. عارف حضرتك الايرنر اللي هي حطها ده؟ هي مش حطها ده، هو ربنا خلاها متنيلرنالة كده. بس السؤال بقى هنا، لهفة القمر الجميلة دي عايزة تتخصص، يعني تخصصها ايه؟ تمثيل، اخراج، نقد، دراما، جمال، عسل، ايه؟ والله انا فنانة شاملة، يعني بمثل، بغني، برقص. بتعرفي ترقصي يا لهفة؟ طبعا. طب يلا يا لهفة معايا كده على السقفة. مصر 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 مصر. بتعمل ايه يا ابني انت؟ انت مجنون؟ وهي ترقص على مصر؟ امال ترقص على بشرة خير؟ اكيد مش هرقص في الكافيه يعني. ايه اللي رسماه في دماغك بالظبط قولي لي يا ماما؟ نفسي باذن الله ابقى نجمة، نجمة كبيرة قوي. بصي يا لهفة، انت معايا بعون الله هتكسري كل الشاشات الا شاشة التلفزيون. يعني قصدك شاشة السينما؟ لا، الموبايل. الموبايل؟ او اللابتوب او الايباد او التاب ده اللي هو جميل ده دلوقتي اللي بيصنع النجم. السوشيال ميديا. ايوه هي دي. بصي يا لهفة يا قمر، احنا هنعمل فيديو مدته 30 ثانية ينزل على اليوتيوب. اول 10 ثواني بيظهر لنا اسم لهفة الجميل باللومد النيون، تاني 10 ثواني بتظهر عينين لهفة الجميلة، بننقل اخر 13 ثواني دول بنقفل بسرعة بنكتب اسم المخرج عشان يبقى فيه ساسبنس. الله الله. استنى، فين التمثيل؟ فين الابداع؟ فيديو 30 ثانية وعينه، هو ده التمثيل؟ اتفرجي بعد اما الفيديو ده ينزل منتجين مصر هيهبوا عليك ازاي لا مؤاخذة. لا 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 طبعا، مش صحيح، مش مظبوط. والله عندك حق طبعا، ما تقتنعيش بيه، اصلا شكله بتاع بليلة. بتاع بليلة؟ والله. انت من دمياط يالا؟ ليه؟ عشان شعرك مشبك، انت عمرك ما هتفهمني. طب حاسب انت بقى. يلا لا يلا. ايموني. هنبقى نجوم غلط. والله انا مش عارفه اشكرك ازاي. لا لا تشكريني ليه، واحنا بنعمل حاجه. ده انت ده. هلو، السلام عليكم. عليكم السلام. انا كنت عارف ان انت هتيجي وكنت متاكد يا لهفة. والله يا استاذ فلاشه، انا قعدت اقلب الموضوع كده في دماغي ولقيت ان كلامك صح. طول ما انت مع فلاشه هتبقي في الجلاشه. طيب يا فلاشه باشا، تفتكر ايه اللي مطلوب مني بالظبط؟ بص يا لهفه، اوعي خيالك يصور لك ان انت هتبقي اول حد نجمه صناعه. انا عملت نورا جنزير، انور كاوتشا، حمدي الكابينيه. اوعى تكون انت اللي مطلع حماده لمس. والله لا تبقى نجمه. الله يا فرحتي، انا النهارده عيدي. انا بقول لك الكلام ده يا لهفه عشان ما تبقيش فاهمه يعني ان انا كمسري، يعني على الله كده. لا لا لا، انا عارف كل دي حاجات ليها خطوات. الخطوات اللي هقولك عليها دلوقتي دي تكتبيها في نوتة أرجوكي عشان ما تنسيهاش. لا أنا كله بيتخزن هنا، أنا نجمة ممكن أشتغل على الهوا. رقم واحد، لازم الفيديو وضوحه يبقى زبالة. حلو، وبعدين؟ لو اتكلمت تاني هقلبك قرد. لا لا خلاص. أيوة ركز كده معايا. الحاجة التانية، نجمتنا اللي بيجي دورها بتخرج من البوكس. هطلع من الصندوق. لا، أنت هتخرجي من بوكس الشرطة. خارجة من بوكس الشرطة رحلة كفاح، عذاب، ضرب ضرب هنا جامد، عايزة توصل. أنا هوصل، ما تنرفزنيش عشان ما كسرش الإزاز. أما أنا كلمت. تمام، خارجة من قلب البوكس، مكتوب هنا أنا معايا شهادة حسن سير وسلوك. حلو، عشان أنافس نيلي كريم في سجن النساء. بس أنا حاسس إنها عايزة اسمه إيه ده؟ أيوة هي فعلا عايزة. لأن أنا حسيت. إيه ده إيه ده؟ ايه استاذ اشرف؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ده انا اول مره اشوفك. الله يخليك، ما انا اول مره اشوفك. يا لهوي، ده انا بحب حضرتك قوي. الله يخليك. لا والله بجد، بتفرج على اي حاجه بتعملها في الدنيا. الله يخليك، شكرا. يعني تياترو مصر دي ما بشوفش غيرها انا. يا ربنا يخليك، شكرا شكرا. الله يخليك. انا حاسس بايه؟
لا معلش والله ده انا بحبك حب الفيله. حب الفيله؟ ايوه. ده على اساس حب ايه يعني؟ حب كبير يعني. على اساس الفيل كبير فانت بتحبني حب كبير زي الفيله يعني؟ ايوه. ما شاء الله الله يخليك والله. هو مين بقى ده الاخ ده اللبيس بتاعك؟ لبيس؟ طب اقطم بقى انا بلبسها لك في وشك ماشي؟ معلش معلش ده عشان انا غبي. ده العرباجي بتاعك ده ولا؟ لا 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 عيب عيب عيب. بتشتم ليه؟ عيب. ده الاستاذ مادي ده احسن موزع مزيكا في جمهوريه مصر العربيه. خليك عرفته انا الراجل بتاع ابو ربابا من نص جنيه دي لا 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 وتتقطع. بلاش موزع موسيقي، مهندس صوت. ليه مال صوتك يا استاذ اشرف؟ لا مش مهندس يعني. انت فاكر مهندس صوت وانا جاي اكشف عند مهندس يعني ولا ايه؟ ليه طيب؟ يعني لا مهندس صوت يعني مثلا قول ها 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 اعلى اعلى ها ها. ايوه الله ينور عليك. لا ده هربانه خالص. لا حول الله يا رب. عموما يعني ده مهندس صوت شاطر جدا. انت مش محتاج مهندس صوت، انت محتاج ميكانيكي صوت. انا ما انا جاي والله اكشف اهو مستني اهو. لا ده هي الليله باينه من اولها. الكليب ده شكله جامد قوي. ان شاء الله شكله هيطلع حلو قوي. انت شعرك ده حقيقي؟ حقيقي. انت شعرك ده حقيقي؟ لا لازقه بكله. ما هو باين. انا لا انا عايز اغني فيه. تغني في ايه؟ في الكليب. ان شاء الله حاضر. انا بعرف اغني على فكره. بتغني ايه بقى؟ بغني كل الاغاني. طب غني لي يلا حاجه. اغني لك اغنيه عمرو دياب بطريقه الليسي بتاع كنا حبايب. ماشي. عارفها؟ كنا حبايب عزة حبايب. اغنيها لك بطريقة الليسي. غنيها. بس هغني في الكليب. لو غنيتها حلوة هخليك تغني في ماشي. الكليب. كنا حبايب عزة حبايب راح الحب يا ريتو مكان. وكنا حبايب عزة حبايب ولو ما رديتش اعتباري لو ما رديتش اعتباري لا 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 هتشغلني؟ حلو قوي حلو قوي. اي وصل يمكن يا باشا. يا اسطى اقف يا اسطى. ايه ده ايه ده؟ ازيك يا حضره الضابط؟ مش ضابط يا ابني انا. امشي. مش ضابط ازاي؟ انت ضابط يا عم. يا حبيبي مش ضابط انا. مش ضابط يا عم. واحد ايه اما الرتب دي ايه بتاعت ايه؟ خلاص يا ابني انا الضابط، بس انا مش عايز حد في المنطقه يعرف ان انا الضابط. ليه مش عايز حد يعني؟ انا في مهمه سريه، مش عايز حد يعرف ان انا الضابط يا ابني. طب معلش بقى قول لي على المهمه عشان ما اخليش الدنيا كلها تعرف. يا انت لحوح. قول لي بس ايه عشان ما سيحلكش. انا عندي معلومات سريه ان في عصابه جايه تهرب مخدرات الليله في الحاره، وانا المفروض ان انا اقبض عليها. سر ازاي؟ ده انت جاي ولابس لبس الضابط، ده انت الدنيا كلها تعرفك، انت لازم تغير. ايه؟ ما انا عامل القنقع. عامل ايه؟ مش جايب البوكس وجايب ميكروباص راكب فيه. وهو الميكروباص اللي بيقبض على الحراميه باشا واعي فاهم؟ لا انا اللي هقبض على المجرمين. يبقى انت اللي تغير يا باشا مش البوكس. البس ترنج. شفت يا باشا؟ قلت لك البس ترنجات. اسكت بس، لا انت لو قلتش ترنجات ولا نيله، انت قلت جلاليب نوبي ونمسك دف ونمشي في الحاره نقول يا هو يا هو. خلاص انا عندي بقى فكره تانية خالص غير الحوار ده. شاف الراجل اللي ماشي هناك ده؟ شاف ماشي ازاي؟ ده ماشي بيتسحب. شاف الكيس اللي في ايديه؟ ده مقرمط على الكيس قوي. عارف الراجل ده؟ يا سيدي عارفه. الراجل ده يبقى ابويا يا باشا الحلواني. نعم نعم بتفتكر قوي يعني. الراجل ده يبقى ابويا يا باشا. ابويا حرامي يا باشا. الحلواني؟ حرامي؟ وبيتاجر في الاعضاء. اعضاء؟ بيبيع كلى بني ادمين، بيبيع سمان رجل، بيبيع فخاز بني ادمين. انت عارف الاعلان بتاع مارادونا لما وهب فخازه للواد لهطه اللي كان قاعد قدامه ده؟ قالت له رجع له فخاده. ايوه هو بقى شغال في الحاجات دي. زي ما انت يا حلواني اوعى تتحرك. حد يقول لابوه كده يا حلواني؟ يابا انت مفضوح يابا والدنيا كلها عارفه بلاويه. يخرب بيت ادائك، مش ممكن. ما شاء الله. برافو برافو. لا 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 انا نجم جديد هيظهر اهو. يابا ارجع السجن يابا، ودي الحاجات دي يابا واعترف وارجع السجن. ما تسوقش فيها قوي كده وتعمل لي شكري سرحان بقى. ما خلاص بقى. هتعترف يابا ولا اعمل اللي اعمله بقى؟ انت بتتكلم في ايه يا هلا؟ يبقى العداله لازم تاخد مجراها يابا. خدها شرطه. ابراهيم كل ابراهيم كل جايين ناخد مجرانا يا حلواني بيه. اهلا سعاده البيه. اهلا وسهلا. اهلا اتفضل اتفضل. مساء الخير يا حلواني بيه. مساء الفل يا سعاده الباشا. باشا
مخدرات اهي. الراجل دوت صاحب المخدرات. اوعى بقى يقول لك انه ابو ايمن وابو شقره وابو رامي والكلام ده، لان هو لا ابو اي حد في اي حاجه، هو تاجر مخدرات والكيس هو متلبس. يلا حلواني بيه. ايوه يا فندم. الكيس ده فيه ايه؟ ده يا فندم فيه فضه خيرك، كيلو كفته على نص كيلو كباب ضاني من اللي ريحته تهبل. ايوه فاكره، طازه وريحته حلوه قوي قوي قوي. شويه تحابيش كده وربع مخاصي. يعني طلعت مخاصي؟ مخاصي ازاي؟ مش مخدرات. يعني ايه؟ مستحاله. احنا اسفين يا حلواني بيه. لا سعادتك، ان احنا شكينا في شخص شريف وجعان زيك. الله يخلي سعادتك. اما ايمن فهيشرفنا في الاسم شويه بتهمه البلاغ الكاذب والازعاج للسلطات. معلش يا فندم، انا والده، واقول لك سامحه. معلش هو لا يقصد شيء، انا بس هفهمه حاجه. بص يا ايمن، انت هايل، انت هايل هايل عشان اقنعتني بحكايه. كنت هصدق فعلا ان انا معايا مخدرات. صور ابوك بيبيع مخدرات. ايوه كمان حاول بيه. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، وانت من امتى بتاكل كفته؟ ده انت مجوعنا. شيل اعمل سيبوني يا بابا، شيل اعمل بسرعه سيبوني. شكلها ما بانش شرطه. ها طبعا. امال يبان ايه؟ يبان بتاع لبن. صباح الفل على اجمد ظابط في الداخليه. منور والله يا باشا، والله منور يا باشا. بترد ليه؟ بترد ليه يا باشا؟ مفيش فرق بيننا انا وانت. الراجل قال ان احنا بتاع لبن. هو قال اجدع ظابط في الداخليه. انت ظابط يا باشا؟ شكلنا واحد، مفيش فرق بين. عمر معاك يا فندم، انا اسف. تستاذ نفسك بس. انا اسف جدا يا فندم. تستاذ نفسك. اسف، ما اقدرش يا فندم. مش ملاحظ حاجه؟ ايه؟ اي حاجه، اي حاجه. حد بيسلم بضاعه، عصابه بتجري. ده انتوا حاره ممله، ده انت ما فيهاش اي سسبنس. ايوه انت طبعا فاكر ان اهل الحاره دول غلابه وطيبين. هم غلابه وطيبين والله. ده متهيألك يا حضره الضابط. اهل الحاره دول مش غلابه ولا حاجه، دول عاملين زي المجرم الشاطر اللي ما يبانش عليه. طب انت شاكك في حد معين؟ شايف الست بتاعت الجرجير دي؟ اه شكلها غلبان قوي. غلبان؟ آه بس مريب. شايف الحلق اللي في ودانها؟ اه ده مش حلق، دي سماعه بلوتوث بتكلم بيها العصابه. سماعه بلوتوث ايه؟ ما يمكن حلق ده فعلا وهي محوشاه من فلوسها. انت هتدخلني في تفاصيل غريبه ليه؟ حلق دهب ايه؟ هتجيب فلوس الحلق دهب منين يا سياده الضابط؟ لا يا حبيبي، دي مخبيه البانجو في الجرجير. يعني انت قصدك ان الفرشه دي كلها حركه؟ ابتديت تعجبني يا بتاع اللبن. ورايا يا ابني. عمر ما عليك يا ايمن بيه. ورايا؟ استنى يا باشا. قال لي ورايا يا ابني. وراك يا ابني؟ انت تسمع كلامي انا؟ حاضر يا فندم، انا اسف جدا يا باشا. ما اقدرش. مش تمام يا فندم. تنساش نفسك. ها ما اقدر. ما تحركيش الكرنب من مكانه. مساء الفل يا باشا. السلام عليكم يا حاجه. سلام ورحمه الله وبركاته. طبعا انت غلبانه ومش لاقيه تاكلي. انا بجري على اكل عيش عيالي. يعني انا لو فتشت حزمة البقدونس دي. حلوة الحركة دي يا باشا، ابتديت تفكر. مش هلاقي حاجة كده ولا كده. ده مش بقدونس، ده كزبرة. شفت حويطة، مش عايزة تعترف. اسكت اتنيل، انا معرفش اساسا الفرق بين البقدونس والكزبرة. يبقى ناخدها على الاسم بقى هناك ونتترزع علقة هناك. يعرفونا بقى الفرق بين البقدونس والكزبرة ايه. انا عملت ايه يا بيه؟ ده انا غلبانة. انا هوريك دلوقتي اللي انا مش طيب. شرير ست الامين. لا يا فندم. فتش البقدونس. مش كفاية، فتش الست دي. انت تامر يا فندم. انت بتعمل ايه؟ هفتشها يا فندم. فتش ايه؟ انت هتعمل لي فرق بتاع الكرنك. انا اسف يا فندم. فتش البقدونس بس. حاضر يا فندم. لا مفيش حاجه يا فندم. ازاي ده؟ انا مش عارف ليه ابتديت احس ان الست دي طيبه، وابتديت احس ان انا حمار. ابتديت تحس ان انت حمار؟ ست نيل انا هتصرف. جرى ايه يا حاجه؟ انت شكلك مداريه النعناع العرايس، احنا بنهرج معاكي. دي حاجات احنا بنعملها. خدوني معاكم يا فندم. على حمدي. يا ايمن. يا ايمن. ايه؟ اللي انت جايبه ده؟ ده حمدي. حمدي مين؟ حمدي الكلب. جايبه ليه يعني؟ ما هو ده كلب واحد صاحبي بس متربي معايا. انت وصاحبك متربيين مع بعض يعني؟ لا انا والكلب اللي متربيين مع بعض. الله، وانت جايبه ليه ان شاء الله؟ جايبه تاخد رايه؟ لا جايبه يشم العربيات. افرض في عربيه معديه فيها مخدرات بتاع الكلب ده يشمه. شمه ايه؟ ده يفهم ده كلب بلدي. ما هو احنا في حته بلدي، فعشان كده جايب كلب بلدي. انت عارف لو في حته فرنجي كنت جبت بقى بلاك جاك، بلاك ليبل كده. يا باشا الراجل ده بيتكلم كلام منطقي، كلب بلدي للناس البلدي. على فكره هو ما بيكلمكش انت، بيكلمني انا. اسف يا باشا، اسف جدا. ما تنساش نفسك. ما اقدرش يا باشا انسى نفسي. ماشي. عمر معاك يا فندم. ثلاث دبابير دول. ها شايفهم يا فندم؟ على كراسه دول ولا على كتفات؟ كتفات يا فندم. انا اسف جدا. ماشي خلاص يا فندم. تمام نشتغل. اشتغل يا ايمن. يلا بينا. طب بس عشان ما تبقاش سبه. لا 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 راجل، هو في يد عندك يا في رسام في
عمو انا باشا يا انا باشا ماشي ليه بسرعه كده وداخل الكمين بسرعه؟ اصل مجر العجله ولازم ارجعها. وانا مالي مأخرها ليه؟ ليه نسيت ايه؟ ضاع عليك الوقت في ايه؟ قعدت تلعب كتير ليه؟ انا مالي؟ ماشي بقى يا عمو. ماليش دعوه، لازم اخلي حمدي يشمك. حمدي بس والنبي عديني يا عمو. افرد العجله فيها قنابل يا الدنيا الدنيا قلق يا خش يا حمدي. ايه ده ايه ده؟ خلاص والنبي يا عمو. خش يا حمدي بس. خلاص استنى بس ولا خلاص عشان خاطر خلاص ما تقعدش. الكلب فك الله يخرب بيت ابوكوا. اجري اجري. خد يا حمدي خد يا حمدي خد يا حمدي كده. ايمن يا علوه يا عيال افتحوا لي ايدي وجعتني يا خرب بيتكم كل ده. انا ام الله في ايه يا واد؟ في ايه؟ وجعتوا لي ايدي كل ده. انا ام انت لو رزعت على الباب كده تاني اعتبري نفسك شهيده. اخص عليك يا ايمن، حد يا واد يكلم خالته كده برضو؟ انا بكلم خالاتي كده حتى اسالي بقيه خالاتي. الحق عليا، ده انا جايبه لكم اكل عشان تاكلوا. مش عايز صفح. يخرب مخك ترمينا، محدش بيصحي حد كده. صدق يا ولا ان انت بتربيت؟ انا متربي احسن منك. والله انت اللي جبت اجل اختي. ان شاء الله هتحصليها. اخس طب امشي غور من وش غوركتك ده يا في شكلك. هيجيبوك انتي؟ لا طبعا هيجيبوا حد قريبتهم، واحده عايزين يظبطوا معاها فيجيبوها الاستوديو ويفضوا الاستوديو ويعملوا لها برنامج عشان يظبطوا معاها. ممكن تكتم؟ اكتم بقى. انت ليه محبط كده؟ ليه عايز تقتل الحلم اللي جوايا؟ ما انا لازم اقتل حاجه، فيقتل الحلم اللي جواكي يقتل الواد ده عشان انا قرفت منه. طب كتب. التليفون بيضرب. الو ايوه انا مدام ابتهال، مين معايا؟ لا لا بس اصلكم فاجئتوني خالص. طيب انا هحاول الغي كل مواعيدي، هجيلكم في الميعاد بالظبط بالظبط. اوكي مع السلامه. شوف ده مرتضى ابنك صح؟ متفقه معاه وعامله حوار علينا عشان تعيش اللحظه والوهم صح؟ يا محبط اتكتب بقى كتب. انا مش محبط والله. محبط اسمعيني اقص عليك. انا مش محبطك، انا بقول لك الحقيقه. الوهم عمره بس ما تشوف مين. ازيك يا لافا؟ ازيك يا حبوبي؟ ابر اسود. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا ده يخرب بيتك في ايه؟ انت مين؟ مين دي؟ انا لحفه خالته لحفه. وايه اللي عامل فيكي كده يا بنتي؟ طيب متعودين احنا على المناظر دي وعلى اللبس وعلى الشكل ده، لكن انت ماشيه تتطوحي كده ليه زي السكرانين؟ خالته من فضلك انا مش قادره اتكلم كلمتين على بعض، انا جايه من الهرم لحد هنا ماشيه على رجلي. طب وليه جايه ماشيه على رجلك؟ ده انت عفريته دلوقتي، انت ممكن تطيري في الهواء ما حدش هيكلمك، او تصاحبي سندباد وتيجي معاه على المشايه. ايموني حبيبي اوعدك لما ابقى نجمه هحقق لك كل اللي في خيالك ده. وانا بقى ما قلتلكيش؟ لا ما قلتليش يا خالته. مفاجاه. بص يا حبيبتي لو ما عندكيش حاجه بكره ممكن تقعدي قدام التلفزيون وتتفرجي عليا وانا طالعه بتالق في التلفزيون. انت هتطلعي في التلفزيون ليه يا خالته؟ انت رايحه مع بابا تتفرجي على ماتش ولا ايه؟ ماتش ايه؟ ماتش ايه؟ دي مدام رجاء الجداوي كلمتني حاولت تستعين بيا علشان تتعلم اصول الطبخ، وحتى قالت لي ممكن تجيبي معاكي حد يساعدك. يا حبيبتي يا خالته يا حبوبة قلبي. قلت اخد بقى الواد ايمن معايا يساعدني. يا حبيبي قلبي يا حبوبة. خديه يا خالته. جود لك يا حبوبة. خشي جوه خشي جوه عفريتة. هتيجي معايا يا ايمن؟ طبعا. انا مش هنام النهارده مش هنام. نامي بكرة بقى. يا ازيك يا انكل؟ ازاي حضرتك؟ ايه ده انا عارفاك حضرتك ممثل؟ مش حضرتك اللي كنت مع ليلى علوي بتقول لها قتلتيها ليه؟ قتلتيها ليه؟ أنا كنت جامد قوي، كنت بتقولها بكذا شكل مختلف فظيع. بصي يا حبيبتي شوف شوف الجيل اللي يفتكر العظماء. أنا بحبه قوي. إيه ده؟ مين ده؟ ده أيمن ماي براذر أخويا. هاي يا ريتك كنت خبطتيني أنا. أنا يارا خلاص دي خبطتيني أنا. إيديها. يو ما شاء الله. إيه ده أنت قمر على فكرة، أنت جامد قوي بجد. ايه ده انت بيئه قوي بجد. اي بيئه ايه ده؟ زباله. ايوه زباله. انا بحب الزيت الشامة اصلا، شكله فظيع. انا بحب اصلا الدريتي لوك ده. زيت الشامة بيج فان لمحمد رمضان، ثقه في الله بحبه قوي. على فكره محمد رمضان ده زميلي اشتغلت معاه كتير جدا. انا بحبكم قوي. طب بيتكم كمان ما شاء الله معفن قوي، نفسي اقعد فيه شويه.
لهفة ايه رايك لو تيجي تقضي معايا اليوم وبعد كده هبقى اجابات معاكوا هنا؟ طب واحنا مش هنيجي؟ اي وقت. طب خديني بقى مدام حبيتيهم، حبيني انا كمان وخديني معاكي. ايوه طبعا انت تنور اكيد. خديني معاكي. ايه ده انت لما بتتكلم بتعمل كده؟ واو. لا وكمان بعمل كده. لا دي بقى اجمد الحركه دي اجمد. انت شو انت بقى انت معفن قوي. لا لا شوفي بقى لما بيعمل نوم العازب رهيب. يو سو كيوت ما شاء الله. طب بليز يا لهفة خلي اونكل بليز يا اونكل وافق. خلاص يا حبيبتي مدام مدام احنا هنيجي بعدين. شو انا موافق طبعا نوري عليك يا اونكل ابقى وقت طيب قوي. يلا يلا ليتس جو. ايه ايوه الجد رزدي وهجيلك على طول. اوكي اتفضلي يا حبوبه انا قاعده هنا. الله انت هتاخديني معاكي؟ ايوه طبعا شور. ايه ده انت بتبص في نفس الاتجاه ما بتبصش في حته تانية؟ ما هو بجد معفن. تعالي. الو الو السلام عليكم. جونغوا. مين؟ جونغوا. ده ماي دوتر الصغير ده ماي دوتر الكبير. جونغوا جونغوا. هو وير از جيت لي وير از جيت لي جونغوا جونغوا. ايه يا جيت لي ما بيجيش هنا هناك. انت مين؟ انت مين؟ اسمك يور نيم؟ جوزي. جوليا جوليا. طب هاتي بوسه بقى. لا لا انت جيت عند البوسه وطقطقت عربي. ما بيبصوش الطوال هما. شفت جت عند البوسه وقالت لا لا سكت طويل. البت دي من المطريه. الشجره دي بتنور كده؟ ايوه عادي مالها؟ يعني لو النور اتقطع الشجره دي تموت؟ لا انت في حاجه مضايقاك ولا ايه؟ ايه اللي موقفك كده عند الشجره؟ لا يعني مستعجب بس. مستعجب ايه؟ تعالى احكي لي. ايمن انا عايزاك تعتبر نفسك اخويا عشان انت اخو لهفة. اخو لهفة يعني اخويا. ممكن تقولي بقى ايه اللي مضايقك؟ ايه مالك عملت؟ انا بحبك. ايه تحبني؟ تحب طب هو انت مصاحب يا ايمن؟ انا بحبك من زمان. تحبني ايه من زمان؟ انت تعرفني اصلا؟ طب انت مثلا لما شفتني النهارده انبهرت بشخصيتي مثلا؟ دايب فيكي دوب. دايب فيكي دوب. الله ايه الكلمه المعفنه دي قديمه. يعني انت معفن وكمان كلامك قديم. واو لازم اكلم اصحابي. طب هسالك سؤال تاني، انت طمعان فيا مثلا عشان انا عندي فلوس وبيت وكده؟ انت عينيكي حلوه. ايه الرد ده؟ انا بسال حاجات تانية انت ما بتردش عليها ليه؟ انت سامعني ايمن؟ انت سامعني؟ طمني. انت احلى من احلى حاجه في الدنيا. ايه ده ايه اللي انت بتقوله؟ انا طب ايه رايك لو مثلا نروح انا وانت دلوقتي معاهم ناكل وبعديها نتكلم في موضوع توعديني؟ اوعدك توعديني ان انت مش هتسيبيني ابدا؟ شور. حتى واحنا بناكل؟ ايوه اسيبك ليه يا ابني وانت بتاكل؟ انا هاكلك وتاكليني. ايوه مش هتقرفي؟ لا اقرف ليه؟ انت برنس، انت اساسا ريحتك لوحدها جامده، بتون صوتك انا اكيد. انت عارفه انت بتكدبي؟ ها لا طبعا. ايفن لو بكدب انا مش هقول ان انا بكدب، انا خايفه منك اخر حاجه. عارفه انت لو بتكدب انا عامل فيك ايه؟ هتعمل ايه؟ ورحمه امي، انا امي ميته على فكره. الله يرحمها. رحمه امي لو طلعتي بتكدبي عليا لا تفنك جنبها. اكيد مش هسيبك تدفني. انت تون صوتك اصلا لوحده يخوف. انت قدامك فرصه دلوقتي تقولي فيها الحق. احنا لو اتحركنا من المكان ده وانت طلعتي كدابه اقسم بكتاب الله ما يطلع عليك نهار. تعالى نروح ناكل وبعد كده نتكلم في موضوع الحب ده. اوكي يلا يلا. ايمن حبيبي يلا انا مشيت بقالي ربع ساعه. يلا انت عبيط قوي. تعالى حبيبي يلا. يلا. اي بوب. ايه الاشكال الغريبه اللي انت مدخلاها البيت من غير ما انا اكون عارف؟ انا اسفه يا بابي، انا عارفه ان اشكالهم غريبه قوي. لا وكمان الولد المنكوش ده مهددني انه ممكن. يلا هحكي لك بعدين، تعالى بس نستحمل موضوع الاكل ده وبعد كده ننام. يمشوا علشان انا مش عايز اشوفهم تاني. ام سوري يا بابي. خلاص بقى متوتره اصلا معلش. نورتونا. ميرسي يا حبيبه قلبي. ما مش هتقعدي جنبي زي ما اتفقنا ولا ايه؟ ما انا قدامك اهو. ايه يا ابني؟ ايه اللي بيحصل ده؟ واضح يا فندم ان في هارموني بين الولد والبنت. بسم الله ما شاء الله، تحس العيون بتتكلم. ايه يا ريورا؟ انت هتخبي على البيست فريند بتاعتك ولا ايه؟ يا لهفة وي وير جاست توكينج. جاست ايه يا اختي؟ احنا
نقدر نقول مبروك بقى ولا ايه؟ ان شاء الله سعادتك الفندم اطمن من ناحيه المهر، احنا مش مشكله عندنا المهر، يعني وقت ما هيجي فلوس تدينا، وقت ما يجينا هنديك، مفيش مشكله يا فندم، احنا خلاص عيله واحده. والسكن ما شاء الله الفيلا فيها سكن يسعها الحاره كلها. الجنينه بتاع سعادتك عايزه شويه توضيب، ابني ما شاء الله درس جناين بره، فظيع هيخلي لك الجنينه دي جوهره، حشرات تخصصه، ولا حشره في الجنينه. ليه؟ بيقتلهم. بيقتل مين؟ بياكلهم يا فندم. يابا ما تهزرش مع الناس دي، يابا الناس دي مالهاش في الهزار، الست دي حامل مني، انا مش عايز اتكلم بقى. بره. بره ايه؟ انت فاكر نفسك مين؟ لا ده انا ببقى كده. لا خلاص بلاش بابي، بلاش بابي، خلاص انا هتجوز السفاح. جواز ايه؟ بتاع ايه؟ ايه ده؟ اطلعوا بره. ده فاكر بره. ده انت في الاوبرا، يابا ما تتحل اللي بيقتل ده يابا. خلاص خلاص يا باشا مفيش داعي للزي، نطلع بره، نطلع بره. احنا جايين بقصد شريف. بره بقول اطلعوا بره. ينفع اللي بابي بتاعك بيعمله ده؟ ام سوري يا لهفه، بس برضه كان هيذبح بابي يعني بجد. انا مش هنسالك انك جرحتي اخويا، هنعمل ايه يا بابا دلوقتي؟ نمشي يا بنتي، نمشي بكرامتنا. اوكي كل واحد ياخد كرامته معاه. صح يا بابا. خد يا حبيبي. يلا احنا نمشي بكرامتنا معانا. ايوه شيل يا واد المحش ده، الشوك والسكاكين هنيجي بكره ناخدهم. يلا يلا يا اولاد لكم الطريق يابا. يلا بلا اللي تزوق ناس ما عندهمش دم. خليك انت كده بقى، غني في القاعه بتاعتك براحتك. ايه ده زلزال ولا ايه؟ زلزال ولا ايه اللي انت بتعمله ده يا زفت؟ عملت ايه يا؟ شغال بتشد الغطا ليه من عليا؟ انا بشد الغطا من عليك يا حمار ازاي؟ ما دام انا اصلا تحت وانت فوق. امال مين يعني اللي بيشده؟ مفيش غيرنا احنا الاثنين اللي في الاوضه. يعني في عفاريت يا؟ عفاريت؟ وحتى لو في عفاريت يا واحنا بنخاف يا، ده احنا ما بيهمناش يا حد يا، ده احنا اشباح يا. اسكت يا عم، الاحسن يكون ولا حاجه. لا عم اتنايل بقى على عينك، اطلع نام ما تخافش. لا انا مش عايز انام فوق. يا دي النيله، امال عايز ايه؟ عايز انام جنبك والنبي. تنام جنبي وانت صاحبتي يا ابني؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب اتنايل اترزع نام. حاسب واحد حظه باب في الدنيا. شكرا. على العموم انا قلت بقى انا اجي اشوف في ايه. خلاص نسيتوني يا رمم. شفتوا اهي الشهاده اهي، ايه تعرف حاجه هي؟ ابدا. قالت لكم يا رمم، اذا انتم رمم. طب دي واحده ميته هنعمل لها ايه؟ يعني نعمل فيها ايه تاني اكتر من ان هي ماتت؟ حبيبتي معلش الواد ده ما انتش فاكره يا حبيبتي، احنا جبناه يوم النكسه. يلا معلش بس لما كنتش انا جيت ما كنتوش هتعبروني. خلاص يا حلواني راحت عليا. بابا هي بتعمل كده ليه؟ احتمال تكون قابلت يحيى شاهين فوق. معلش على العموم انا خلاص كده اتاخرت، لان انا واخده النص ساعه فعلا ظهور ارضي ولازم اطلع، لان بيخصمولي يا حبيبتي، بيخصمولي والله. حبيبتي يا ماما توحشيني قوي. ماشي. ممكن ياما تخلصي الحجر عشان عايزين نفتح التكييف عشان الدنيا حر وهنموت وهنبقى زيك ميتين. ياما يا ميته ممكن تخلصي الحجر يا ميته؟ انت اختفت، راحت فين يا بابا؟ راحت لمصيرها بس، والله كانت وحشانه قوي قوي. صح يا بابا كانت وحشاني قوي يا حبيبتي يا ماما. طب وبعدين في شغل الميتين ده مين هيحاسبنا على الحجرين انا دول دلوقتي؟ يعني يا ابني قاعدين ابوك دلوقتي رومانسي وبيفتكر المرحومه، تفوقني وبعدين احترم روح امك اللي كانت هنا. روح امك، احترم روح امك. انا ما احترمش غير صاحب القهوه اللي هيطلع روح امي لو نزلت له من غير حق الشيشه دي، بس كده. صباح بغاشة يا باشا على كل واحد مستنينا، الولعة والكماشة ونزل شيشة مع شيء. انت قافش فيا كده ليه يا ابني ولا حرامي؟ لا يا عم اصل انا خايف اقعد بره في الصالة. طب اطلع بره يلا اقعد مع اختك عشان عايز اعمل حاجة. لا ما انا لسه سايبها، اصل هي بتحضر في الشريط اللي فيه ماما. انت خايف يعني؟ اه. المغامرين الخمسة جايين بره، اطلع اتفرج عليهم هيجمدوا قلبك. ما بحبهمش. اطلع اتفرج سلاحف النينجا. اه بكرهه.
طب اطلع اتفرج يلا بره على اي حاجه ولا اقعد مع ابوك عشان عايز اغير. ما تغير يا عم بتكسفش. اطلع يا بره. اه بقولك عايز اغير. انت لو بتخاف من العفاريت وانا بغير هتخاف اكتر. لا يا عم مش هخاف. يا دي النيله يا ابني اطلع بره عايز اتكلم في التليفون. يا عم لا يا عم انا خايف. اطلع بره امشي عيلتنح. الو ايوه يا موزة مش هتيجي؟ هتيجي ها؟ جهزت الشريط؟ جهزت ام الشريط اللي مفيش غير امه هنا بيخدش في الفيديو اللي كل ام اول سنة اتفرجنا على ام الفرح ده. ده انت لو متجوز الاميرة تشارلز مش هتفرجنا على امه كده. يوه عيب عيب بقى خليك بني ادم محترم. عجبك تربيتك كده يا بابا؟ بعد ما هنتفرج الشريط هفرج امه انا. انا زعلانه من نفسي قوي. ليه؟ ازاي انسى الثانويه بتاعت ماما؟ انا انسى ماما؟ معلش افتكريها اهي هتروح دلوقتي تيجي ياكلها هتتكسف وتعمل كده وحافظين امه. بقى يا دلعوني يا لهفه وحياه امك لا تاخديني معاكي الاعجاز متقال. يا ايموني ركز بقى يا حبيبي ماما ماتت الله يرحمها. قولي ورحمه امك. مش مهم ورحمه امك وحياه امك اي حاجه المهم تاخديني الاحجاز متقال عشان بحبه. ما هو انا لما باخدك معايا في مكان بتفضحني بصراحه. بص يا بابا عايز يجي معايا. معلش بقى ده اخوك اصغر منك وبعدين لله حتى احنا نرتاح من الريحه في البيت شويه. او النبي خديني معاكي. انت عارف احجازي متقال ده اغلى من ابوكي عندي 100,000 مليون مره اغلى منه مليون مره. مش بقولك نتن ابني وانا عارفه خديه. خلاص يا ايموني هاخدك معايا بس تلبس شيك غير النينجا ترتز اللي انت لابسه ده. قولي له جيب اجره الميكروباص بتاعته معاه. استاذي انا والدتي الله يرحمها كانت بتزغرط ورا والد حضرتك في الافراح الله يرحمه. الله يرحمهم جميعا. مش اي زغروطه يعني كانت بتون. اهلا وسهلا بيك. شفت طلعنا قريب ازاي؟ قريب ايه؟ احنا مش غرب يا عم حجاز. يا الله انت فاكر ستار ميكر؟ احنا كنا بنقعد في الجمهور على طول. فاكر كنت بتقول ايه؟ شكلك بتبص يا حلمي يا بكر وبتجهز لي ردود. ما انا لو بتوري وشوامورة كنت هتبقى ابو الصعود. ايوه ايه لا 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 ده انت ما شاء الله ذاكرتك قوية. امروني تحت امركم. شوف يا سيدي اختك لهفة نفسها ومنى عينها تدخل عالم التمثيل والغنى. يا خالو انا فنانه شامله. ايوه ايوه فعلا عالم الفن ضاربها في دماغها. فقلنا نيجي لحضرتك بقى تشوف لها كده حاجه حلوه على ذوقك. تحت امركم طبعا اكراما للعشره القديمه والعيش والملح. انا شايف ان هي تملى مكان والدتها المرحومه زغرتي. قصد حضرتك ان اقف زغرت ورا حضرتك في الافراح؟ والله ده اللي عندي. لا 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 ما ينفعش خالص. بيقول لحضرتك ان انا بحب التمثيل بحب الغنى ممكن اعمل استعراض كمان. انا موهوبه حضرتك مش مزقوقه يعني على الوسط الفني. ما ينفعش خالص. ده انا قلت اقل حاجه هتقولي اعمل معاك ديو دويتو يعني. اهدي اهدي يا لهفه. امال تعالي تعالي. حلو. لا اسكت يا مرقوش انت واسمعيني كويس. بقول لك ايه ما تضيعيش الفرصة بين ايديكي. لازم نبدأ من الصفر. وبعدين كل النجوم والنجمات اللي انت شايفاهم رايحين جايين على دبي كل يوم دول ما هو بدأوا من الصفر برضو. وبعدين احنا داخلين على رمضان جربي حظك يمكن تضرب معاكي. خايفة يا خالو. خايفة افضل صوت في الخلفية يا خالو. مش عايزة طول عمري افضل واقفة ورا. افضل واقفة ورا ايه؟ شايفاه عامل ازاي؟ ده انت لو واقفة ورا ما حدش هيشوفك. في يا عم حجازي؟ الله يا عم حجازي بقول لك كنا بنحضر كل حاجة. انت مش فاكر الفرح اللي انت كنت بتعاكس فيه العروسة؟ لما كنت بتقول لها عروسة حلوة جبلتني بعيونها بربشت لي. ايوه لا تتقش تمرمرتني وفرح يا عروسة انا العالي. يا عروسة يا عروسة انا العالي وفرح يا عروسة. ايوه ايه انا بفكهولك اهو خش عليه على طول وهو مبسوط. ميرسي يا ايموني حبيبي صدق حطيتني في المود. استاذي هقول لحضرتك على سربرايز انا معاك باذن الله. طيب حظك في رجليك. النهارده عندنا فرح ويا دوبك تتعرفي على الفرقه. شفتي بقى مش قلتلك متشكرين قوي يا دكتور. متشكرين ايه؟ ده احنا بقى لنا ساعة قاعدين عند الراجل اللي ما جاب لنا حاجة نشربها مع اننا احنا اصلا جايين لبتاع الفراولة. الفراولة بتاع الفراولة
الفراولة اسمع الفراولة. أيوة اقرب اشتري مني أولى. أيوة الفراولة بتاع الفراولة. الفراولة اسمع الفراولة. هو أنت بتحبيني عشان فلوسي ولا عشان أنا أمور؟ هو أنت أمور؟ أمال أنت بتحبيني ليه؟ طبعا عشان شخصيتك. طب بقولك إيه رأيك في المول اللي أنا مخرجك فيه؟ حلو؟ حلو قوي بصراحة يعني، بس أنا جعانة. يلا ناكل. طب ما اكلتيش ليه في البيت؟ ما كنتش جعانه بس انا دلوقتي جعت. طب تعملي حسابك بعد كده. طب تعالى نشرب حاجه. نشرب ايه؟ انت بنت عبيطه، ايه اللي اكل واشرب وانا جايه اغذيكي؟ انا مالي ما تطفحي في بيتكم. ما جايين ليه؟ ما جايين هنا عشان نطلع السينما ناخد كرسيين ورا ونمسك ايد بعض. طب يلا. ايه ده ايه ده، انت سهله ليه كده؟ قولي لي ما ينفعش، خليني احاول معاك عشان احس ان انا عملت مجهود عشان لما امسك ايدك بعد كده افرح. طب قول انت. يلا نطلع السينما نمسك ايد بعض. لا احسن، المهم دلوقتي احنا جايين نبسط ونخرج، هنخش دلوقتي السيموليتر ونتدقلب. نتدقلب عليا الطلاق انت اللي طلعك من ابو قتاته ظلمك. يا بت السيموليتور ده جهاز بيجيب الحاجات قريبه، لعبه لعبه يا متخلفه. طب يلا تعالي تعالي افهمك انا بقى الدنيا يا ستي، انت لسه صغيره مش فاهمه حاجه. تعالي تعالي. ايه اللي في ايدك ده؟ دي ملازم عشان عندي امتحان بكره في المعهد. يا ابني انت مش نافع في المعهد ده اساسا. لا ما انا حاسس ان السنه دي سنتي. سنتك؟ انت عارف المادة دي بتتكلم عن ايه اصلا؟ لا ما اعرفش، ما يشرفنيش ان اعرف اصلا. مسألة كرامة بقى. لا خلاص ارمي ارمي ارمي. تعال نشوف لنا فيلم في التلفزيون. ايه يا جماعة انتوا لسه ما جهزتوش؟ دخلوا بيقولوا ان الحفلة الساعة 7. ما تقلقيش حبيبتي هنجهز حالا. دي حفلة ايه دي؟ ما اعرفش خاله ما وضحش بالظبط. ما يمكن الموضوع ده كله يبقى كمين. كمين لمين؟ للواء سراج الدين. مين اللواء سراج الدين؟ لا مفيش، ده انت عشان انت قلت مين انا قلت اللواء سراج الدين. انت عارفه لو كنت قلت ايه كنت قلت لي كارسم بورتريه. ايموني خش تشطف يا حبيبي يلا بدل القلش ده. ماشي. ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ في حاجه؟ يا نهار اسود انت ازاي كده؟ ازاي ايه؟ انت ازاي كده؟ انت مين؟ انا مايكل جاكسون. فعلا؟ فعلا. مش واخده بالي. ليه؟ ترتر كتير وكده. لا ما عشان ده فرح، عارفه لو حاجه لو حفله ما بحطش ترتر كتير. بس انت بجد ما شاء الله، يعني انت من السويد صح؟ من السويد. ايه يا ابني انا مصريه. ايوه ما انت سويديه بس بتتكلمي عربي عشان تتواضعي مع خلق الله. سويديه ايه؟ انا امي سوريه وابويا مصري. وانت سويديه؟ صح؟ انا مصريه والله بتكلم عربي اهو. مخلطه. انا مخلطه زي الكلاب البلدي كده، تلاقي كلب بلدي مصري على بالظبط. طب انا بحبك. ماشي اوكي. طب تحب نتصور او حاجه؟ لا انا مش بقولك كده عشان تقولي لي نتصور، انا بحبك بجد. لا يعني الناس عاده لما بتوقفني بتبقى عايزه تتصور. الناس لكن انا مايكل. على فكره مايكل جاكسون مات لو انت مش واخد بالك. مات؟ بقاء لله. بس انا بحبك، انا بقول لك كده عشان نفتح مجال بقى للكلام. ميرسي والله بجد مش عارفه اقول لك. افتحي بقى مجال معايا للكلام قولي لي وانا كمان. لا معلش انا مش هينفع اقول لك ان انا بحبك. ليه؟ عشان انا ما اعرفكش. ما احنا هنتعرف واحنا هنروح. لا فيه. لا مش هنتعرف خالص، انا متجوزه ومخلفه وانا ما اعرفكش اصلا. انت هتطلقي؟ لا مش ليه طيب؟ وانا هربي الواد. صور دلوقتي عشان انا بحبك اصلا. وبعد ما نتصور نقعد بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه في موضوع الحب. طب نتصور الاول وبعدين نبقى نشوف موضوع الحب ده بعدين. بس توعديني ان احنا نتكلم في موضوع الحب ده. ربنا يسهل يا عم. طب تعالى نتصور. ورحمه امي ورحمه امي، انا بقول لك اهو لو مشيتي من الحفله بعد ما وعدتيني ما هطلعك من الفيلا سليمه. تمام طيب هنشوف الموضوع. طب في حد هيصورنا ولا احنا اللي هنصور؟ ما معكيش موبايل؟ لا مش معايا. طب تعالي بقى عشان موبايلات. هناك. اتفضلي. هناك فين؟ هناك. اتفضلي. خفيش. خلاص خلاص مش كفايه؟ لا لسه فاضل واحد. يا عم اتصورنا 500 صوره، انا رجلي وجعتني. طب ممكن نصور اخر صوره عشان اعلقها في الشارع؟ انا بجد تعبت. اخر صوره ماشي. بس تضحكي. هضحك في الصوره. طب اضحكي جربي. مش هعرف اضحك دلوقتي في الصوره. ما انا عايش. هي ضحكه واحده. هضحك في الصوره. هضحك في الصوره. يلا واحد اتنين تلاته.
انت اتجننت؟ في ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انا بعمله ايه؟ انا غلطانه على فكره ان انا اتصورت معاك. انت غلطانه على ايه؟ يا عم الاحترام ما بينفعش مع اللي زيك. ده البت انا في السويد الواحد يعني بيمشي معاه 24 ساعه ما بتعملش اللي انت بتعمليه ده واحلى مني وشعرها احلى مني. ايه ده؟ انت بقالك فتره صاحبتك مش عجباني. ليه؟ واقف متسمر مكانك كده بقى السحبه مش هتجيب ايراد للصاله. عشان شايل الهم والله. ليه؟ البت مش عايزه تحبني خالص. ما انت قافش فيها زي العنكبوت. ما انا عاملها ايه؟ سيبها تطير، لو بتحبك هتجيلك تاني. ارقص. ارقص ليه؟ غصب عنك ترقص. اسحب لي السحبه. دينجيرس. دينجيرس. يا دايما بتعملي ايه؟ كويس جدا بابا. لازم حضرتك توافق ان علوة يروح المدرسة الجديدة دي، لانه لو فضل في المدرسة القديمة مستقبله هيضيع. ومالها مدرسته القديمة دي؟ مدرسته القديمة دي فيها حمادة النني وعطية الجنزير واسماعيل شلالح، ده العيال دي ما عورت بعض. ايه يا بابا اللي هو بيقوله ده؟ وغلاوتك عندي لو اعرف انا اساسا هو عاوز ايه لكنت قلتلك. اهو انا بقى يا بابا مش عايزه علوه يطلع كوبي من شلالح ده. ايوه بس ايه بقى موضوع الانترفيو ده؟ الانترفيو ده عباره عن مقابله، هيعملوا معانا مقابله، هيمتحنونا شفهي كده. هو احنا اللي هندرس؟ ما هو يا بابا دي مدرسه كبيره والاولاد على ليفل معين من التفكير، فلازم يبقوا ضامنين ان لو في طالب جديد متقدم بنفس ليفل الاولاد اللي عندهم. احنا ما بنروحش لحد، اللي عايز يعرف ليفلنا يجي لنا الليفل بتاعنا، عشان احنا نخاف نطلع ليفل اعلى من ليفلنا نقع في الليفل فيه. ايمون يا حبيبي، انت بتحبني ولا لا؟ بتحب علوة اخوك الصغنن الجميل ده ولا لا؟ بتحب بابا ولا لا؟ اكيد بتحبنا. دلوقتي بابا شقي وتعب سنين كتير قوي 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 عشان يربيني انا وانت، فجه الوقت اللي احنا نقوله شكرا يا بابا ونشيل عنه شويه، وانا وانت نتحمل مسؤوليه علوة ونضمن له مستقبل جميل باذن الله. انا ما بكرهش حد غيركم. نكومنت. اي ام ايمن، اي لاف ماي براذر. This is Alwa, my small brother. I am big, he is small. I want him be great. سيبك بقى من التخلف اللي انت بتقوليه ده كله وركزي معايا عشان عايزك في حوار مهم. عايز ايه يا ايمن؟ دلوقتي انا بحب بنت في مانشستر سيتي، البنت دي انا بحبها قوي، اجنبيه تمام؟ فعايز اول ما اشوفها اقول لها كلمتين، فعلميني كلمتين بما ان احنا قاعدين في حصه انجلش. طيب بص يا ايمن، انا وانت دلوقتي هنعمل مع بعض ديل. ماشي. لو انا ساعدتك في البنوته الاجنبيه اللي انت عايز تعرف عليها دي، هتساعدني في موضوع اخوك وتشرفني بكره عنده في المدرسه؟ هشرفك. وعد؟ وعد. اوكي. عايز تقول لها ايه؟ عايز اقول لها انا عايز امشي معاكي في الحرام. ايه اللي انت بتقوله ده؟ عيب. انا اختك الكبيره، ازاي اساعدك تقول حاجه زي دي؟ الله، ما هي اجنبيه. يعني ايه اجنبيه؟ يعني هي اصلا ماشيه في الحرام طول عمرها. هو اجنبيه مش بنت ناس؟ بنت ناس ايه؟ ده ابوها وامها اصلا ماشيين مع بعض في الحرام. خلاص 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 يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. انا هساعده بس والله العظيم يا رب، انا عندي هدف نبيل ورا المساعده دي عشان اخو صغير بس مستقبله ما يضيعش، سامحني يا رب. خلاص يا ايمن يلا. هتقول لها I want I want you. انجزي. I want you in naughty. تمام، دي بالعربي. بالانجليش ايه بقى؟ ما تستعبطش، هي كده خلاص. هي دي كده نطقها كده يعني؟ ايوه نطقها كده. ماشي. I want you in naughty. ايوه خلاص امسحها. تمام؟ امسحها امسحها خلاص، ما تقولش no ما تقولش الكلمة دي خلاص، ما تقولهاش بقى، عيب اخوك الصغير. عيب. بس هي كده تيجي معايا البيت على طول ولا كانتك تيجي كل حاجة هتتعبني؟ خلاص خلاص بقى خلاص، من فضلك ركز معايا. ولا هحتاج اقول حاجة بس تاني؟ بقى خلاص مش هتحتاج تقول أي حاجة. هتخلص دي يعني؟ أبوس إيدك يا أيمن، ركز معايا بقى. ماشي. عشان أساعدتك؟ ماشي. يلا. I am Ayman. This is my small brother. علوة. I am big brother of علوة. I want علوة be great. I love him. اللهم لا استعزك نازل وانا ماشي حبيبي يا توك توك.
ازيك يا حاجة؟ عاملة ايه؟ روق الجرجير كويس عشان معفن محدش بياكل. يما في ايه؟ اطلع عيد بالموبايل يا والله العظيم لسه بايع. طب اطلع عيد بالمحفظة. ما انا ما بشيلش محفظة. شلش محافظ ليه يا؟ عشان ما جابوليش. ما جابولكش ايه يا؟ ما جابوليش في البيت والله. ما جابولكش محفظة في البيت. اه. ايه بتفتش ليه؟ وكمان هتقول لي معكش فلوس ها؟ لا ما انا مش معايا فلوس لان احنا فقراء وبعدين انا هخبي عليك ليه؟ ياد انت لسه قايل لي ياد بايع الموبايل ياد من يومين يا. ايوه بايع ببلاش. انت مبذر ياد ولا ايه؟ مش مبذر لان والله شكلك مبذر يا. انا اسف. والله العظيم شكلك مبذر. انت مش مصدقني ولا ايه؟ انت بتفتشني انت مش مصدقني؟ لا ده انت صدقني لان انت حرامي شريف وواقف في عز الظهر فاكيد محتاج فلوس فانا كنت هديك عادي. والله كلامك عجبني. الله يخليك. اسمك كريم ايه؟ همام. عاشت الاسامي يا عم همام. الله يكرمك. ماشي يا عم همام. شوف وراك ايه يا حبيب قلبي واتكل على الله. يلا حبيبي. طب بقول لك ايه ما تشغلني معاك حضرتك. شغلك معايا فين ياض؟ يعني اشيل لك المطوه واظبط لك البشت ياض وانا واقف في سنترال ياض. ما تخلاش بقى ياض نام معاك السليمه ياض بقى على المس. انت جبت المطوه دي منين؟ المطوه دي ياض من السنبلوين. علي وحسين. علي وحسين. اه حلو ياض الكلام ده ياض. بقول لك ايه ياض؟ اتكل على الله بقى عشان المطوه دي ما تزغرطش على وشك وتعمل معاك السليمه. لا انا اسف حضرتك اتفضل. يلا حبيبي شوف وراك ايه. ماشي قشطه ماشي. عيل بقه وربنا كنت هموته والرمله دي تشهد يا منطقه ما فيكش راجل ولا ما عاد انت يا كبير ما عاد انت. انا بحسب. لا ما تحسبش. معلم ايمن ايه ده ايه الحلاوه دي؟ مبروك يا واد. وطي صوتك. ليه يا عم وطي صوتي ليه؟ مبروك على ايه؟ مبروك على العربيه الجديده. ده انا سارقها دي. سارقها؟ اه. سارقها من مين؟ اسمعني بقى كويس يا مرتضى، احنا لازم نبقى قد العملية الكبيرة اللي احنا داخلينها دي دلوقتي. عملية ايه؟ اقرا المسج ده. بحبك يا حيوان يا مفترس. لا مش دي، اقرا اللي تحتها. وحشتني يا حيوان يا منقرض. يا عم انت ليه جايب صفحة الحيوانات؟ ما هي دي الرسائل يا عم. يا عم انت خش على الصفحة اللي جنبها. لقينا تماثيل ذهب وعايزين حد امين يصرفهم. ايه ده ايه ده؟ مين اللي بعت لك الرسالة دي؟ معرفش. بس هنتصل بالرقم اللي متصل بينا ده ونعرف الراجل مكانه فين ونروح ناخد منه التماثيل دي ونبيعها ونقب على وش الدنيا. انت عايز تتاجر في اثار بلدك؟ مش بلدي اتاجر فيها انا، احسن ما حد من بره يجي ياخدها مننا ويتاجر فيها. هي وجهه نظر صح. اه طيب ربنا يكرمك. امسك. ربنا هيكرمنا بقى ان شاء الله لان انت هتيجي معايا. لا يا حبيبي انت خاين وتتاجر في اثار بلدك. انا ما اتاجرش في اثار بلدي، ما بيعش انا الاهرامات وابو الهول وبرج القاهره. خليك انت بقى كده قاعد في السينما تجيب فشار للناس وتقعد تقول للناس كل سنه وانت طيب واهلا بالعيد عشان تاخد جنيه ولا اتنين تروح بيهم ولا بيجيبوا حاجه. انما انا بقى لما العب بالدولارات ساعتها بقى هتعرف الحسره جايه فين. طب انا اروح استاذن من الشغل وانت كلم الناس عارف هما فين ونقابلهم. ماشي بس بسرعه. حاضر. انجز عشان العربيه بقول لك مسروقه. ماشي ماشي عشان يتقبض علينا من قبل ما نمشي. تخافش يا عم. اقعد يا ناسفين يا حاج. انتم مين؟ انا ايمن. ايمن حفني. ايمن حفني يا عرب. في ايه؟ انا ايمن يونس. وانت؟ انا مرتضى. ايه ايوه هو. يا مرحب يا مرحب بالرجاله يا مرحب. وجايين ليه؟ احنا كنا جايين نمضي السلعاوي. السلعاوي مضى خلاص. لا حول الله. يلا بينا يا سيدي. لا حول الله. ايه وما سلعاوي ايه؟ انا اتبعت لي رساله بتقول ايه 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 انت هتقول له كده؟ افرض مش هو. مش تتأكد؟ انت ايوه قول له. قول له ايه؟ مش يمكن كذاب؟ ما قلتش والله ما حلفتش. مش يمكن الراجل ده؟ لا هو انت الراجل ده قاعد تمويه. انا فاهم. فجستني؟ ايوه فجستك. تمام كمل يا. انا بعت لي رساله يا عرب بتقول ان في تماثيل ذهب موجوده عندك وانت عايز تصرفها، صح الكلام ده؟ يا فرج الله. انتم جايين عشان الرساله؟ أنا بعت المسج دي للتسعين مليون إن حد يعبرني ويجي. مفيش علي الطلاق معايا أصار بجد ومحدش مصدقني. طب أقول لك على حاجة، علي الطلاق بعت الرسالة دي للشرطة إن حد يجي يقبض عليا. مفيش أعمل إيه؟ أطخ أبويا؟
اهدى اهدى. احنا جينا اهو، احنا جينا اهو، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انتم جميلكم ده فوق راسي. طيب. فوق راسي. احنا عايزين تكلمنا على التماثيل. انا عندي غير التماثيل الفرعوني تماثيل اسكندريه وتماثيل استاديو مصر، وعندي التمثال ابو عجوه بتاع قريش لو ليكوا خيال في الكفره يعني. لا مش عايزين ابو عجوه. حاضر عينيا ليك. معايا بقى التمثال العروسه الحلاوه بتاع مولد النبي، معاها كمان العلبه الثلاثه كيلو حلاوه اللي هي الاجراس ولا مؤاخذه في الكلمه الملبن وبتاع، عشان ايه التشكيله على بعضيها. احنا جايين العبد ولا في ايه يا عم؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ طب دول مبيعات يا شيخ ولا انت ايه؟ فين بقى التماثيل دي؟ التماثيل دي انا مخبيها في امن مكان في مصر. خلاص احنا مستنيين، هات الاثار وتعال. انا هخلي الناس دلوقتي تيجي تسليكم وانا راح اجيب الحاجه واجي. ماشي. تمام؟ ماشي. الف شكرا. طب وابوك هيفضل معانا؟ يلا يابا عشان تاخدوا الدواء يابا. يلا يابا. تعالوا يا حبايبي، تعالوا. تعالوا. يا حبايبي. انتم مين؟ احنا اصحاب الخيمة. اصحاب الخيمة؟ ايوه. يا حبيبي انا الطحاوي صاحب الخيمة وصاحب المنتجع السياحي ده كله. انتم مين وعايزين ايه؟ ما تقتلونيش. خدوا كل حاجة ما تقتلونيش. انت مجنون يا عرب. نقتلك ايه؟ احنا بتوع الاثار اللي جينا نقولك عليها من شويه. بتوع التماثيل. أيوة. يا حبايبي انتوا، ده انتوا جميلكم ده فوق راسي والله. جبت ايه بقى؟ دي بيسكو مصر ولا بتاعت اسكندريه؟ التماثيل دول يرجع تاريخهم للاسره التامنه. العيال دي اتربوا احسن تربيه. ابوهم الراجل العصامي ده كان من اكبر تاجر عجلات حربيه في الشرق الاوسط والفراعنه كلها. طب ممكن نشوفهم بقى؟ ما في، ممنوع اللمس. نشوفهم ده شغل وبزنس. شفت ابويا اللي روحي فيه وبسطه وحضنته ده؟ عليا الطلاق لو لمسهم لشج بالطول. طب نتكلم بقى في المهم. اتفضل. احنا هنبيع الاثار دي. احنا طبعا هناخد الفلوس انا ومرتضى زي ما انت ما قلت في الرساله، صح؟ صح. وناخد ايه؟ انت تاخد الثواب. ده انتوا جايين بقى تعملوا عمره. مفيش الكلام ده. الحاجه هتتوزع بما يرضي الله زي ما كل تجار الاثار بيوزعوها. هتتوزع ازاي يعني؟ 2% 2% عشان الواد ده انا بيه وبحبه، 1% عشان انت لمد وبكرهك من اول الموضوع، والباقي هنصرفه على علاج ابويا الله يمسيه بالخير. طيب احنا عايزين بقى نمشي من هنا. مفيش مشيان دلوقتي. مفيش، ده الدنيا ملبشه بره عليا الطلاق لو خرجنا لقناص يصطادنا من دماغنا. هيفرتك لك نفوخك. طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ دلوقتي بما ان ابويا جافل على الحاجه فانا هسليكم. تعمل ايه يا ترى؟ احكي لكم قصتي. عارفين ابويا ده؟ ابويا اللي انتوا شايفينه. انت بتحكي خلاص؟ اه، لا مؤاخذه في الكلمه يعني. ابويا ده خش بقى كده. كان اكبر تاجر بانجو في المنطقه كلها. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. ده ايه الخير ده كله؟ حتشبسوت وحورس وكليوباترا وسوبر. ده تاجر شنطه ولا تاجر اثار؟ الا البضاعه دي بتاعت مين؟ في يا عم مالك في ايه؟ بتاعتنا. انت متاكد؟ اه متاكد. طب خلاص القضيه خلصت كده، يلا بينا على القسم بقى نكتب المحضر في الرواقه كده في التكييف. لا يا باشا، البضاعه دي مش بتاعت الناس دول. الناس دول اتفه من انهم يبقوا تجار بوم. الحاجه دي يا باشا بتاع تاني. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا ما تربيتش. ابويا ما عرفش يربيني. الله يخرب بيت ابوك. ما قعدنا في الخيمه من الصبح لحد بالليل ليه؟ ده احنا لو حاجزين دي يوز مش هنفضل قاعدين كل ده. يا ده عايز اطلعك من القضيه زي الشعره من الفطيره. متخرجوا ليه يا عم؟ انت خايف من ايه؟ ده ظابط يمني ملوش اي حكم علينا. ظابط يمني؟ ايوه يا عم. بالمره نفرج الباشا باقي على الاثار. اه بس هات لنا حاجه غير المعطوبه دي الله يخليك يا باشا. حاجه كده من على وش القفص كده، كرمني يعني عشان ابقى زبونك. انا ممكن اخد منك الحاجه المعطوبه وامشي مفيش مشكله، بس مش هاجي لك تاني. رب زبون. علي الطلاق ده ما خرج من الثمانينات من حرب الخليج. التمثال ده معاه هديه بلا فخر منبه. لا ما انا بظبط المباجي. ماشي يا باشا، في اوبشن تاني لاطفال سعادتك، القرد ابو درمز. اه حلو، ده جديد. هات لي بقى واحد اصفر في بني. ماشي يا باشا، عينيا ليك. ومعانا حاجات جديده. قبل ما يوريك بقى، احنا كده خلاص ملناش مكان بينكم، انتوا شكلكم خدتوا على بعض، كملوا انتوا المسيره. لا لا اتوكلوا انتوا على الله المنطقه. ماشي، كفايه انتوا عرفتونا ببعض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عشان نصور معاك طيب؟ لا لا كفايه قوي لحد.
طلع كده بقى وورينا. في حاجات يا باشا مفتخرة، هي ده يعتبر بمثابة ابن خالة أم لازم. طب أنا رأيي اللي احنا نروح نحل المشاكل دي في الاسم، فسيب كل حاجة زي ما هي وهم حييجوا ياخدوها دلوقتي. أما أنا وإنت المفروض ندردش شوية كده عشان نعرف نقفل المحضر ولا إيه؟ عناية ليك يا باشا. أنا متفائل خير والله. مش والله وأنا متفائل خير يا باشا. أمال فين أبو فياض؟ عناية أبو فياض مع أبويا. هيخش معاك السجن وهتنبسطوا. خسران الله نمشي. بس يلا فك يا واد اللي يلعب معاك تاني يا هات لي ترمس. اقعد يا انت قادر اللي يلعب معاك تاني يا واد يبقى ما انت قاعد تموت يا عشان بتخسر عم رمضان يا كذاب يا خمام لسه خسران الله غشاش تلعب. انت كنت فين يا ابني انت وهو؟ ايه ده انت بتخضنا ليه كده يا عم؟ في ايه؟ كنتوا فين؟ كنا في السايبر. طيب انتوا فاضيين؟ ايوه يا عم ما بقول لك كنا في السايبر يعني سيا. ايوه يعني ما عندكوش ارتباطات مش هتصيعوا في حته تانية حاجه. الله طب ماشي انا عايزكم في حوار. لا احنا ما بنعرفش نجري حوارات يا ابني. وانا بقول لك تعالى على السي بي سي. انا عايزكم في حوار كده. عايز ايه؟ بس مش عايز لهفه تشوفنا. بس دلوقتي انا لهفه شفتها متضايقه بسبب حوار الفيلم اللي كانت متعشمه فيه ده وعاوز ابسطها. انا معايا 200 جنيه فابسطها ازاي؟ يعني بتحب الكاجو اجيب لها كاجو؟ احنا مالنا احنا اصلا؟ طب ابسطها ازاي؟ احنا انتوا ايه؟ ابسطنا احنا تبسطها هي. ازاي؟ هي بتحب تشوفنا مبسوطين انا وعلوه فادينا انت ال 200 جنيه اخرج انا وعلوة نتبسط فهي لما تشوفنا مبسوطين هتتبسط. مش صح كده يا حاجة؟ صح. أهو. تمام ماشي. بس امانة عليكم. امانة عليك يا ايمن. امانة عليك يا ايمن. ايوه اتبسطوا قوي. قوي قوي. ايوه عايزنا نتبسط قوي. هات 200 جنيه تاني فوق الاولانية. ماشي. طب اجيبها لكم من فوق. ماشي ماشي خليكم هنا. مستنينا كده. ماشي ماشي. خسرتك مش مهم احنا نسرق فلوس. اه صح. طب ما اختك فنانه هي وبتمشي على الارض عادي. فنانه ايه بس؟ احنا شفنا منك حاجه ولا شفناكي في حاجه؟ طب انا عايز اسلم عليه والنبي عايز اتصور معانا بحبه قوي. عايزه تسلمي عليه؟ ايوه هتسلمي عليه. في ايه؟ يعني خش عادي؟ نخش عادي. يوم في حياه فنان. الفنان الجميل حسن الرداد ضيفنا. ممكن تقولي بتقضي يومك ازاي يا حسن؟ والله انا يومي بحب ان انا دايما ابقى يبقى مفيد يعني فبحاول اقسم وقتي على قد ما اقدر. اول جزء بالشغل على التمثيل وعلى المجال بتاعي وجزء بحاول ان انا اديه لعيلتي. ثالث حاجه بحب بقى الناس الجمهور. الواحد اصلا ما يسواش اي حاجه من غيرهم. الواحد يعني دايما يبقى متواضع. صباح الخير عليكي احلى فنان. صباح النور. اهلا وسهلا. احنا في البرنامج ولا نعمل كات يا استاذه ولا نعمل ايه؟ لا لا خليك دايت زي ما انت. ده يوم في حياه فنان لازم نصور كل حاجه. ازيك يا حسن؟ ده انت مقلب؟ لا خالص مقلب. لا لا خالص. ايه انا لهفه الحلواني. انا زميله على فكره يعني انا اشتغلت مع استاذ حسن قبل كده. انت ممثله يعني؟ اه انا ممثله وهي جديد. اهلا وسهلا ربنا يخليك. وانا ايمن مدير اعمال استاذ حسن ابو علي. اه فعلا ايمن فعلا مدير اعمالي. انت معانا في. انا معاك على فكره في حق معاك بس لسه ما خدتش اوردر. تحت امرك. لا انا فنانه بغني وبمثل وبرقص وبعمل استعراض وبمناسبه الكاميرات النهارده انا كنت عايزه اعلن ان انا كمان بكتب. لا بجد وانا كاتبه لك فيلم على فكره. والله والله يعني يمكن متواضع جدا لعلم حضرتك. انا عايز بس متواضع جدا وهو بيحب الناس قوي. انا ربنا يخليك. بيحب لهفه ومعاها ان شاء الله في الفيلم اللي جاي. امال ايه يا رب ان شاء الله فيلم قريب. ايموني طبعا. هتعمل فيلم قريب مع لهفه؟ يعني لسه هو كلام. وعلى فكره انا ورثه الفن عن بابا بجد. بس هو هيغير بقى بزنس التمثيل وهيتجه للانتاج ودي شركه انتاج جديده هو عاملها. لو عندك اي اعلان اي حاجه. حلو الحلواني انتاج الفن. مش عايز تسمع الفيلم ولا ايه؟ لا يا حسن عايز احكي لك الفيلم. طب خليها تحكي لك قصه الفيلم. ده هي اللي كاتباه يعني. طب على الهوا عشان الناس تبقى عارفه الفيلم قبل ما تخش. الفيلم بقى بيبتدي على مشهد اكشن خطير. بينط من اسانسير وبيشيل البنت حاجه رهيبه. وبعدين هو هيبقى بابا دكتور بيسرقوا الثلاثه اللي العيانين اللي في العياده. ثانيه واحده. وبعدين بيختفي. كاتب السيناريو ثانيه واحده. ده فيلم زنه ستات اللي انا عملته. مش نجح. ايوه نعمله تاني. الله في ايه مش نجح. افرح. أيوة نجح. يا جماعه اديني فرصتي. انا هو مش ده. معلش يا لهفة احنا اسفين. زنقت ستات لحد هنا وخلاص. انا بقول لك الثلاثه هيختفوا. الثلاث بنات هيختفوا. ده دي يعني. وبعدين انا باجي انقذك. انقذيني؟ هو في خطر على حياتي؟ ما هو دلوقتي بقى هنعمل بعد كده انا وانت اكشن مع بعض وهنمشي هنمشي هنمشي سلو موشن كتير. هنعمل بقى اغنيه يعني احنا نمشي سلو موشن. ايوه ما شاء الله. ده كمان رؤيه. لا خلي بالك انا
عامله لهم فيلم يعني هيبقى فيه اكشن، هيبقى فيه استعراض، هيبقى فيه كوميديا، هيبقى فيه تراجيدي، هيبقى فيه حاجات كتير جدا. ما شاء الله ده في كل حاجه موجوده شاملة. في الفيلم طبعًا. يعني طبعًا. شوفي طبعًا. شوفي الناس مليانه، في مواهب كتيره موجوده في المجتمع ما طلعتش لسه. ربنا يخليك ما شاء الله. يعني بتفكرنا بالنجوم بتوع زمان اللي شاملين نعيم عاكف والحاجات دي. انا عايزه اقول لك حاجه، يعني انا اصلا مش مصدقه ان انا واقفه قدام حسن اصلا والله. واحنا صغيرين، وبعدين مره واحده قلت له تراهني ايمن انا ممكن انط في النيل. انا كنت بهزر بصراحه، قال لي ما تقدرش. فانا بصراحه ايه عارفه الواحد وهو صغير عنده كده يعني طبعاً. حاجات فسخنت وبتاع ونطيت فعلا في النيل وتاخرت يوميها بقى وجالي برد وقعدت اسبوع في النيل. لو كنا شافوك دلوقتي ما كنتش افتكرت الحاجات الحلوه دي. اه طبعا. لا هو الواحد بيقابل صحابه بس طبعا عشان مشاغل الحياه احنا بنختفي وبنروح ونيجي بس اكيد. يعني طيب حسن اكيد طبعا، حسن اكيد كل بني ادم في الدنيا بيبقى عنده مواصفات لفتى الاحلام او فتاة الاحلام. حسن الرداد فتاة احلامه مين؟ انا بحب البنت الحقيقيه طبعا مش جرافيك يا ابني. ثانيه واحده ثانيه واحده حبيبتي ثانيه واحده ثانيه سونسون دلوقتي الحقيقيه دي اللي هي ايه؟ يعني زي كده لما انا دخلت على طول بكل جرأة وكأن حاجة بتشدني بتجذبني تدخلني على طول هنا بكل تلقائية، هي دي الحقيقية. يا سلام ده شرف ليا والله. وانا هفكرك في يوم من الايام هتشوفيها هتبقى حاجة كبيرة يا رب. ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك. انا والله انبسطت اني شفتكم. طب هو ليه البرنامج بهتان كده حضرتك؟ يعني في ايه؟ عايزين اغنية استاذ ابو علي بصوته ده ايه ده؟ صوته جميل. صوته جميل. يعني حاجة عشان ينزل نقطع على اليوتيوب وننجح. يلا يا حسن سمعنا حاجة. انا ممثل يعني انا غنيت بس كده في الفيلم. لا لا من صوتك جميل ورقصك قمر وتجنن والله العظيم كنت تجنن. طيب عايزين ايه؟ يلا يا وحشني اديني رنة. ايوه هتلاقي الدنيا جنة. ايوه هتلاقي لعمة فتح. ايوه والاقرص قام وغنى. ايوه اوبا يلا اوبا. والله انا مبسوط، انتوا عملتوا حلقه حلوه قوي قوي. انا مبسوط جدا بيهم والله، مبسوط بالحلقه بتاعتهم. دلوقتي اكيد هتساعدها صح؟ بليز بليز. حاضر اساعدك من عينيا الاثنين. انت شوفي انت عايزه ايه وانا ان شاء الله انت معايا في المسلسل. انا ما عنديش شك في جدعنتك ابدا بجد. ودلوقتي هوريكي استاذ حسن هيساعدنا ازاي. يلا بقى فرق بقى فرق بقى في ايه؟ فيلمك جديد انت حسن. مش راجل ان شاء الله. انت مالك انت فيلم جديد يا ابني؟ ما تردش على الناس كده. ماشي ماشي. ديو مكروت. اهلا وسهلا. ايه معلش ده اهلا وسهلا. ازيك؟ لهفة بطلة فيلم حسن الجديد. عبد حميد الدقاق بطل العالم. يلا يلا ادي ايلي. ادي ايه؟ ادي ايه؟ احلف له ايه؟ معيش كروت. اتفضل سوري. لا فرق بقى فرق بقى واعمل بلومتك بقى يا اخي بقى. حاضر 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 يا استاذ عبد الحميد. خلصنا تصوير الحمد لله. الكاميرات مقفولة؟ اه. ثواني يا ريس ثواني يا ريس. ناكل بقى ناكل. ده انا هاكلكوا حتة دي. خد انا علي بس. حضرات السادة الأفاضل، دلوقتي مع أخطر فقرة في السيرك كله، فقرة الحيوانات المفترسة. أنا شخصياً بخاف أعملها اللعبة دي، بس هعملها من أجل إسعاد البشر كلها، من أجل إسعاد الأطفال الصغيرة والأطفال الرضع، عشان يكبروا يعرفوا إن في رجالة في البلد ديت. إحنا بنموت عشان انتوا تتبسطوا. احنا ايه؟ بنموت عشان انتوا تتبسطوا. اسمع تحية كبيرة اوي للحيوانات المفترسة اللي هتخش دلوقتي يا اخوانا. تحية. يلا جمعة خش يا جمعة بالحيوانات. اللي خايف يروح يا اخوانا. ناشين ده مبدئيا. ايه دول يالا؟ بقالي 3 سنين بدرب فيهم اخطر معيز مفترسة في العالم العربي كله والافريقي. بيتغذوا على التعابين اللي هي المجارس، مش التعابين العادية، التعبان المجارس بيتغذوا عليه. يلا يا ليلى يلا يلا على دي. يلا زي ما اتمرنا يا ليلى يا ليلى زي ما اتمرنا.
هو يبدأ بأنه يهود الناس إنما الأسلوب جاية. يلا دلوقتي انتوا مرة بتعملي ايه؟ يلا واحد تاني يلا انزلي انزلي يا بنت الجح. يا بنت رد علي، احنا مش اتدربنا؟ مش بنقف على فوق وبننزل؟ ها في ايه؟ متضايقة من حاجة؟ انزلي يا متخلقة. ايوه ايه ايه سقفة كبيرة وحياة ابوكم سقفة كبيرة. والان مع اخطر حركة في الفقرة هيعدوا من عليا وانا نايم على الارض. يلا يا ليلى يلا. يا رب ما افتكرونيش اني برسيم. يا رب يا جماعة افتح الباب المقيزة هتموتني. يلا على جوه يلا يلا يا نانسي يلا. شكرا شكرا. فالنتاين داي يا ايمون. هابي فالنتاين داي يا رشيدة. هتعمل ايه في الفالنتاين؟ هعمل ايه في الفالنتاين؟ انا مش هعمل حاجه في الفالنتاين، انا عايز الفالنتاين هو اللي يعمل فيا لان انا وحيد. يعني مش هتقابل صاحبتك؟ هي فين صاحبتي دي؟ انا ماليش صحاب. ايه ده انت لسه لوحدك؟ معقوله يعني مفيش جديد؟ مفيش جديد والله يا رشيده، يعني مفيش حد عايز يبص لي، تقريبا بيقرفوا مني. طيب لا ما تقولش كده وما تزعلش نفسك. بتعيط ليه؟ بعيط ليه؟ عشان انا النهارده كل واحد ماشي مع الكلبه بتاعته وانا مش لاقي كلبه امشي معاها. طب خلاص انا هاجي على مصر بكره واقضي معاك الفالنتاين. ايه هتيجي على مصر؟ هتيجي امتى؟ بكره. اه بس يعني كده مش عارفه هلحق احجز اوتيل ولا لا. مش مهم الاوتيل. الله احنا عندنا بيت وعندنا شقه، تعالي اقعدي معايا في البيت، ده احنا هنظبط لك الدنيا هنا. تلفزيون وركز معايا. ايه شوية عايزك في حوار مهم قوي. عايز فلوس؟ لا كف نفسك، انا مش عايز فلوس، انا عايزك في حاجة اهم من فلوس. بدأت تقلقنا، في ايه عايز ايه؟ انا في واحدة صاحبتي مغربية اسمها رشيدة جاية مصر وعايزها تقعد معايا في الأوضة انا وهي وبس. اتجننت يالا؟ جننت عبيط؟ انا ما عنديش الكلام ده. لا 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 معلش يابا، عشان دي مغربيه وما بتحبش اي حاجه في مصر، لا بتحب الاهرامات ولا البرج، ما بتحبش حاجه غير ايمن. ده عشان ايه ده الكلام؟ عشان سمعت مصر يابا. ما ينفع يرضيك. انا قلت لها اه يابا، يرضيك ارجع اقول لها لا؟ تيجي هي تروح المغرب تقول الشباب المصري حابه يقولوا اه وحابه يقولوا لا؟ لا عشان سمعه مصر كمان، ده انا رقبتي عشان سمعه مصر. يعني اقول لها تيجي؟ تيجي. اتفضلي. ميرسي. هلا 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 هلا. هاي اهلا يا حبيبتي. اهلا. آه دي المفروض خالتي. اه التهال. اهلا يا صاحبتي. ده الواد اخويا. ايه في ايه ماله؟ ده المفروض ابويا الحلواني. الله حلواني يعني بيعمل قطايف وكنافه وكده. الله 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 الله. ايه القلش ده؟ انا بحب اللهجه المصريه وبحب القلش بالزاف 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 بالذات بالزاف بالته بالفه بالته بالفه يعني كتير. ما تقوليش كده. ايه هتفهمي مغربي؟ طب هتقعدي معايا في الاوضه. خلاص بقى خلاص احنا هنقف نسلم كتير. يلا الاكل هيبرد. طب انا اروح اغير ياما وبعد كده اجي اكل براحتي. مش روح يا اخويا. انا بحب الاكل المصري بالزاف بالته. بلاش يا بنتي الاكل هتقعي مننا على الارض. مننا ولا من هناك؟ الله الله الله. انا عارفاكم انا عارفاكم يا بتوع المغرب بتموتوا في الاكل المشطشط. انا بقى عامله لك اكل بالهوتسوس. الهوتسوس اللي هم غلبوا احمس. تبيد مين؟ حماده سلطان بس على قمر. ام اريل. بقى البت تخرج من الاوضه وتروح لحد الصاله من غير ما تكلمك في الطرقه يا حمار. يا دي عبيد ده سيم عشان ما اجيبلهاش ليه. وبعدين انت خارج ولا ايه؟ اه انا خارج مع صاحبتي يا ام اريل. طب ما تاخدني معاك. اخدك معايا فين يا ده متخلف انت؟ انا خارج انا وهي بس. يعني ايه؟ يعني مش هينفع. لا هينفع. مش هينفع. هينفع. بقول لك مش هينفع. هينفع. ياض همد ايد عليك ياض. والله ما تقدر. طب اقول لها؟ طب لو ليها اخت صغيره يبقى لغيني. ياض عيب ياض. لا مش عيب. هسالها بس البس كويس، البس كويس. يما عايزه تتجوزي؟ ماشي. اهدى بس يا مرتضى، ما تعملش في نفسك كده. انت ليه دخلك؟ ما انا داخل اهديك انت برضه مهما كنت واحد نعرفه. شكرا يا ايمن. ما يصحش يعني سيبك في الحاله دي عيب. شكرا. انت ايه اللي مضايقك بس دلوقتي؟ اللي مضايقني؟ امي تتجوز في السن ده وتقول لي ايه اللي مضايقني؟ انت متخيل المنظر؟ منظر مقزز يا عم. ايه المشكله يا عم؟ امك. لا مش امي.
مش امك ايه انت جاي تستعر منها دلوقتي؟ مش دي اللي شالتك 9 اشهر في معدتها؟ يعني انا كنت عايز انزل من 5 شهر اصلا بس مش عارف. يعني ايه يا مرتضى؟ دي امك يا مرتضى سيبها تفرح شويه، دي مش دي اللي كانت بتعمل لك الصبح سندوتشات لانشون وانت رايح المدرسه؟ لا انا كنت باكل من العربيه عادي. يا دي النيله فيها يا مرتضى؟ انت عشان غضبان شويه هتنسى فضل امك عليك. دي امك يا مرتضى. خلاص بقى. طب اقعد بقى. ليه؟ عايزك في حاجه. ايه؟ تعالى. انت املك منها؟ بجد؟ انا اصلا بكرهها. ماشي. هتعمل ايه؟ هقتلها. بس تساعدني. ازاي؟ تجيب لي الفلوس وتجيب لي البضاعة وتقابلني يوم الاربع الساعة 8:30 بالليل في الشيراتون. فين في الشيراتون؟ في نص الشيراتون. تمام؟ هنقعد مع بعض ناكل اكلة حلوة وناخد اوضة وننام. ونصحى تاني يوم. لو افتكرنا حوار امك ده نبقى نقتلها، ما افتكرناش يبقى خدنا اوضة وانبسطنا وعشنا. ولو بعد كده عايزنا نقتل امك نقتل لك امك. تقتل امي؟ اه. بس دي امي برضه. شفت؟ عرفت ان انت قلبك ابيض. الف مبروك والمصحف فرحانين فرحة يعني، ولا اكننا احنا يعني اللي في الفرح. لا 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 خد يا باشا، خد يا باشا. الله يكرمك. باشا لا حاجة ساعة دي مش سخنة. لا ده احنا جايبينها دي ايه؟ ده احنا جايبينها من بره. بقول لك ايه يا مرتضى؟ أؤمر. في مشكلة تحت جامدة أوي. خير؟ الواد شحت حالف طلاق 3 يديك علقة موت. ليه إن شاء الله؟ عشان عايز تجوز أمك حد غيره. عيب، الواد شحت أولى بيها، وبعدين لو شحت مش كويس أنا أتجوز أمك. أنا زي أنا جاركو، أنا أولى بيها أشوف الحاجات دي. هو أنت أولى الصراحة، طب بس إيه؟ الراجل سبقك بقى. سبقني إزاي؟ أهو. يا حاج في إيه؟ يا حاج إيه؟ قبطاس جواف قاعد أنا ولا إيه؟ في إيه؟ ليه في إيه؟ ما ينفعش. ده ابن اخشي. في ايه يا خالتي؟ ما هتجوزك. خلاص عرفتك، خلاص عرفتك، كشفتني. يلا يا عم توكل على الله، خد حاجه الساعه بتاعتك. ماشي يا حاج. توكل على الله يا سيدي. مش عايزين، امسك خد الشحته بتاعك ده. رجع الصندوق وناخد حقك. ايمن، ايمون. ايه؟ ايه ده؟ عايز ايه؟ بقول لك ايه؟ انت هتعرف تضرب امضه بابا؟ ده انا اعرف اضرب بابا ذات نفسه. انت متخلف يالا، انا ما يهمنيش حد. بعدين امضت ايه؟ انت هتمضيه على ايه؟ هتبيعه ايه؟ وعيلته حاجه؟ يا عم مش هنبيعه حاجه. امال ايه؟ هنمضيه على وصولات امانه ونرفع عليه قضيه حجر ونقول ابوك بقى متخلف عقليا ونتفدع في الشوارع؟ لا لا يا عم الكلام ده، اصل النتيجه بتاعتي طلعت. طب مبروك، افرح. مفرح ايه يا عم؟ انا جاي ملحق. في ايه؟ في الانجليزي. جبت كام يعني؟ بلاش. قول يا. جبت 15 من 50. جبت 15؟ 15 درجة؟ اه. وزعلان؟ ده مين المتخلف اللي قال لك إن أنت سقطت؟ أنت عالمي. ده أنا جايب نص. جد؟ والله نص في الإنجليزي من 50. افرح يالا أنت ناجح، ما تخليش حد يضحك عليك. ولا أنت سقطت في حاجة تاني؟ اه. سقطت في إيه؟ العربي والعلوم وتقريبا الدراسات. أمال نجحت في الرسم؟ أنت متخلف يالا؟ امشي يالا اطلع بره الأوضة، أنا عايز واحد ناجح قاعد جنبي أفتخر بيه. مش اطلع بره يا سقط يا كلب. طب اقف جنبك. اقف جنبك ايه يا ساقط؟ انا عايز واحد ناجح افتخر بيه في الاوضه هنا. ايه ده؟ طب انت يعني اقف جنبي يعني. عايز ايه يعني؟ عايزك تضرب الامضه. اضرب لك امضه ابوك؟ اه. طب روح خلي ابوك يمضي لك على اي حاجه وهاتها وانا اضربها. يلا. تخلف صحيح، الساقط الفاشل العره. على باباك بملحق. منك لله. ايه يابا؟ بتزعل ايه يابا؟ صوتك جاب اخر القريه ليه؟ شوف اخوك بدل ما يدخل عليا بكيلو لحمه كيلو فاكهه جايب لي ملحق. انت متخلف يا ابني، ما قلت لك ما سقطتش. بتقول له ليه؟ ما سقطش يابا. لا ده ملحق في الانجليزي. ده جايب 15 درجه من 50، يعني عمل 15 حاجه صح من 50 حاجه غلط. يعني يفرح يابا. بسم الله ما شاء الله، ال 15 صح؟ اه والله يابا، ده الواحد لما كان بيعمل حاجه واحده صح، حاجة واحدة صح، كان يمشي في المدرسة كده ايه دماغه مرفوعة فوق. لا احنا كنا بنهرب من الفرحة يابا، بننط من على السور نهرب. اه يعني هو ما غلطش؟ لا كنا نروح نقعد على القهوة يابا. اه ونشرب شيشة وياخد حقنة ماكس بقى، حقنة في الوليد، ياخدها كده وايه ويرجع الحصة اللي بعديها. يعني انت شايف ان الولد اخوك كده كويس؟ ده جميل حبيبي. ده الله. بقول لك ايه دلوقتي؟ ده زعافة. أهلا وسهلا. الكلام معاه ده مدير أفعالي. أهلا وسهلا. بص يا معلم بلتكانة، من الآخر كده، إحنا مهربينك من قضية تهريب كبيرة مش من قضية تحرش.
فالخمس تلاف باكو دول ما ينفعوش معانا يا اخوانا. انا راجل محترف، هيتقبض عليا تاني وتالت ورابع، انه بادي خمسة بكرة ستة بعده سبعة لحد ما وصلكوا العشر بواكف القضية. طب افرض بقى مرة اتقبض عليك ما خرجتش، مين اللي هيدينا الفلوس؟ لا انت تدينا العشر تلاف باكو نسيبك، مش هتدينا هنودي للحرز بقى للنيابة، وهم بقى يشعوطوك من رجليك يكرتوك على قفاك لحد ما تشوف الناس أربعة أربعات ماشيين مالناش فيه. لا هديله، أنا مش حمل شعوطة ولا نكرت على قفايا. لا خد يا عم، خد يا عم، عد هديه عليا عشان معاد تدريبك دلوقتي. تدريب ايه؟ أنت على فكرة بتدربني على التمثيل مش بتدخلني الصاعقة. معلش، ما هو لازم وقت يا ابني عشان تخش بالشخصية. شخصية؟ آه. الساعة 6 يا بابا دلوقتي، ممكن تسيبني شوية أنام؟ ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش تصحى دلوقتي. يلا. هو في إيه؟ إيه ده؟ مين ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ في إيه؟ أخوك بسوس لازم يصحى دلوقتي يا ابني عشان بدربه على دوره في المسرحية. طب وأنا مالي؟ هتصحينا ليه كلنا عشان تصحيه؟ ما تصحيه من بره. من بره ازاي؟ ما هو فوق وانت ساكن هنا. معلش انا هعد خمس عدات، لو لقيت حد في الاوضه وربنا لاحرقها باللي فيها. اهدى بس. واحد، اهدى. اتنين، اسمع كلام. ثلاثه، اربعه، خمسه. كبريت فين؟ فين الكبريت؟ انزل يا سب. انزل، نط يا علوه، اجري، نام يا جبان، مش يا مديحه. اتفضلي. عينيا من عينيا. انا نفسي اعرف الواحد ليه بيسمع كلام واحد لمجرد ان ابوه. يا ابني دي خدمه لاخوك، انت بتخدم اخوك هنا، اخوك خلص على عتبه الوصول الى القمه. وانت ليك الفخر. يلا وريني القلم بقى. يلا انا عايز اترقع بالقلم بقى. يلا رقعني بالقلم. حياه امك، انت بتسيسها يالا، دي خاينه، عايز تاخدها قلم يعني توين، ممكن راسها دي تطير في القلم. اصل المدرسه في المدرسه قالت لي البت اللي هضربها بت صغيره، فاللي هو يعني يكون القلم كده وكده. مفيش قلم كده وكده، مش ممكن. في تمثيل، في حقيقه قدام الناس. الناس اللي الممثل اذا الناس ما صدقتوش هتضربه بالجسمه. بس برضه ما ينفعش اضرب اخويا الكبير. فين اخوك؟ مش اخوك ده، مش اخوك دي مراتك. مراته ايه؟ ما تلمها بقى يابا، بدل ما نتجنن عليكم يابا. ده تمثيل كده وكده، عايزك تحس انك ملك، بتشرب زي الملك، بتاكل زي الملك، بتغني زي الملك، بتضرب زي الملك. يلا يا رشترد اضرب زي الملك. ابا واحد اثنين ثلاثه. اه بالمجنونه. لا لا انت بتضرب بيه كده. يا ولد خلاص 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 الحق يا ابني، ما تقعدش معايا بجد يا ابني. ده تمثيل يا ابني. انا رشترد. رشترد ايه؟ احنا في شغلنا هنا دلوقتي. انا الملك يا. ايوه انا الملك. برافو. انا الملك يعني ما حدش يقدر يكلمني. برافو. ولا ايه؟ الله الله، الولد ابتدى يخش في الشخصية، ابتدى يحس بالشخصية. الحمد لله. اه ميدك يا الله. ولا فكك ياب من دور الملك، وكان احنا عايزين ضحك، عايزين نضحك في المسرحيه. لو الملك اللي انت عامله ده ما بيضحكش ما تعملوش. تمام، والبس حاجه بتضحك، البس قراجوز ولا حاجه اللي انت لابسه ده. انت عايز الناس تاكل وشك؟ مين اللي جابه معانا؟ مش عارف مين اللي جابه. انت قلت له تعالى. معلش انا اسفه يا بابا، دي غلطتي. قولي فيرجينيا مولاتي الملكه فيرجينيا. انت قد هتدخل فيرجينيا كده من قبل ما تثبت نفسك يا يا تقول حاجات تضحك الناس؟ مش طايقه وش امك يا. اوعى اوعى، انا واقف لك بالحربة هنا. لما قلتش افيهات ياض وناس حاجات بتضحك على الحربة دي وفي وشك، انا بقول لك اهو. يلا انت مولاك الملكة فيرجينيا. يلا في ايه يا جدعان؟ خلاص خش خش خش. معلش يا ناس، معلش معلش يا جدعان، معلش انا احسن منه بكتير والله يا جدعان. ماشي ماشي، انا اسف، خلاص ما عادش يرغي معاك كتير. استأذنك بالمصيل بين يديك يا مولاي. لقد خنت ثقتي فيك يا فيرجينيا. ياض يا غبي، يا متخلف، لف لفه بتضحك، قول لها وي 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 عشان الناس تضحك يا. افضل الموت عن شك مولاي. انت خنتي الملك. الله الله صح يا الله. ايه ده؟ ده انا مش بنت بجد يا جدعان. انا ولا اعرفه، ما عرفوش ولا ليه دعوه بيه. ايه المهزله دي؟ ازاي يعمل كده؟ هو ابن مين ده؟ اسف معلش معلش يا جماعه والله اسف. احنا 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 نعيد الحته دي تاني. بالظبط. طب معلش مره تانية، مره تانية. معلش انا اسف والله، معلش معلش هنعيد تاني اهو تاني. ايوه اللقطه دي.
انت عارفه انت خنتي مين؟ انت خنتي الملك. يا زيد واو عليك، ده ضربها تاني، ده مصمم بقى يا حبيبي، ده متقمص الشخصية. متقمص يا استاذ؟ ده ضربها وطيرها في الجو. لو بنت حضرتك مش قد الطيران ما تمثلش، الممثل يعمل اي حاجة. وانت مالك انت؟ انت مجنونة ولا ايه؟ لا ما تغلطش فيا، انا فنانة كبيرة قوي. فنانة ايه؟ انا اظهر وردي مع مجانين؟ انتوا مجانين ولا ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مين المجانين دول يا راجل يا اهطل انت؟ وانت مالك انت؟ انت مش عارف انت؟ لا ده انا سكت لك مش طب ما انت قليل ادب وزي ده. انت مجنون. لا 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 لا، ايه تمام؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا عندي السكر ولا ايه؟ انت بتهرج ولا ايه؟ بس يا ايمن معلش، وي ار فيري سوري. خلاص بقى، ما تقعدش تقطم فيا بقى. خلاص ايه يابا؟ ما يقطمكش ايه؟ ده انت كنت هتخلي الواد يترفن. يرفضوني ايه بس يا عم؟ يا ريتهم كانوا رفضوني، دول منعوني من كل النشاطات الرياضيه، حتى حصه الالعاب مش هلعبها. وبعدين انت يا ابني اصلك تقمصت الشخصيه زياده عن اللزوم. انا بس يا متخلف انت. ايوه ما انت اديك مرزبه لطشت البت بالقلم حاولتها. طب وانا اعمل لها ايه؟ وانا مال انا؟ مش ذنبي، البت خرعه. كويس بقى ان ما كانش فيه سهم في المسرحيه تضربوا بيها، كان زمانها ماتت دلوقتي. خلاص انت ابني ارجع تاني للكره الشراب احسن. ايه ده انت بتعمل ايه يا متخلف انت على الكمبيوتر بتاعي؟ تعالى يا اسطى، انا محمل فيفا الجديده اجمد من اللي في السايبر دي ب 100 مره. حتى بص تعالى شوف تعليق عصام الشوال. ورافق لف وحياتك. يحلف والله العظيم. طب قوم عشان عايز اعمل حاجه مهمه على الجهاز. لا يا عم انا ما صدقت حملتها. خلص يا عايز اعمل شغل. بس شد بدل ما انا اقولك بالدراع. هتقعد قد ايه؟ هما ساعتين. ساعتين كتير يا ادم. لا مش كتير، عشان كنت بروفيشنال يا حبيب. طب براحتك ماشي، بس اكسب اكسب. ها عشان انا جات لي فكره اعملها واجي. خلاص بقى مكانك. صباح الفل يا رجاله. صباح الفل يا معلم. كلمه السر ايه؟ مش عارف. مش مهم، مفيش كلمه سر اصلا. سنجل ولا مالتي؟ مالتي. مالتي ازاي وانتوا اتنين كدب وحوارات في الشقه؟ هتفينكوا فيها؟ هتفينكوا فين؟ فيها في الشقه. حاضر. فينكوا فين؟ في الشقه. سدايه 2015 ولا 2014؟ 15. كدب تاني؟ هي 2015 نزلت؟ نزلت؟ لا. نزلت؟ لا. امال ايه؟ مش كنا رحنا السايبر احسن؟ يا عم ارخص بكتير. هنا احسن من السايبر يا هنا ايه؟ هنا احسن. هنا ايه؟ احسن. هنا ايه؟ احسن. قول 10 مرات. احسن 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 احسن. ايوه احسن احسن. خش احسن. خش احسن. قولوا لحد الاوضه. احسن احسن احسن. يا بوسترت تعال. نعم. تايم خلص، احنا ما لحقناش نلعب. لحقتوا؟ لحقنا. ليه؟ لحقنا. ايه؟ لحقنا لحقنا. ايه ده؟ ايه؟ انت نزلت ميسي؟ اقسم بالله ما انا، ده هو. ابوها بقى، تعال تعال تعال. انت بتنزل ميسي ليه؟ غصب عنه كان في الفريق. غصب عنك؟ مفيش حاجه اسمها غصب عنك، ميسي ده بفلوس تانية، ما بينزلش كده على الفاضي والمليان، مش حسام عاشور هو. اقعد. قوم يا انت اقعد على الجهاز ده. قوموا. تعالوا تنيلوا انتوا هنا، العبوا هنا. انا قلت ميسي ما بيلعبش. ميسي ايه؟ ما بيلعبش. الكلام ده برضه على كريستيانو، لا ميسي ولا كريستيانو بينزلوا هنا، تمام؟ ما تلعبوش اصلا ببرشلونه وريال مدريد اساسا. نلعب بايه؟ تلعبوا باي حاجه تاني. تلعبوا بايه؟ تشيلسي. لا ما تلعبوش بتشيلسي عشان ما بحبهاش. امال نلعب ايه؟ تلعبوا عربيات. هتلعبوا ايه؟ عربيات. هلا بارك لبنتك. حمائي بيحب بنتك وعينه منها. حمائي مين؟ حمائي. هو في مليون حمائي في مصر؟ محمد حمائي. انت اتجننت يا لهفه؟ انت ماشيه مع محمد حمائي؟ قله الادب دي، ايه ماشيه دي؟ اولا انا مش ماشيه مع حد، ثانيا ماله محمد حمائي؟ يعني مطرب مشهور بس صغير جدا. صغير يعني ايه؟ ده اكبر مني. حمائي هو اللي اكبر منك، انما محمد ابنه ده طفل صغير، الناس تقول إيه؟ ايه؟ انت بتتكلم عن ايه؟ محمد حمائي المطرب ماله بقى؟ محمد حمائي يا بنتي، محمد ده ابنه حمائي، عنده عيال كتير، عنده ايمن حمائي وابراهيم حمائي. ايه اللي انت بتقوله ده يا ايمن؟ محمد حمائي ده بني ادم واحد وما عندوش عيال. انت بتقولي ايه؟ انت بتصدقي الكلام اللي بيتقال؟ ايمن اسكت يا حبيب اسكت. اغنيه لو عجبتك اكتبها باسمك على طول. ماشي. اسمع دي. شحوس
الشاشه دي. ايه ده؟ معلش يا ايمن، عايزك ثانيه واحده. ايه اللي انت عملتيه ده يا لفه؟ في ايه؟ عملت ايه؟ ليه بتبجعي في الواد؟ انا ما قلتلوش حاجه. في ايه؟ اه عيط اهو. اكيد مش بيعيط بسببي يعني. بيعيط بسببك يا لهفه، لما شافك افتكر امه. ليه؟ انا شبه مامته مثلا؟ هو يتيم، ابوه وامه ميتين. اوكي. طب انا متاسفه جدا، انا اتضايقتك. معلش انا متاسفه قوي. غني له اغنيه عشان يضحك بقى. طب معلش بقى، هو اسمه ايه؟ اسمه شعوذه. ايه شعوذه؟ طيب طب اغني لك ايه؟ طيب اغني لك ايه؟ يا حلوه جدا. طيب سيد الحبايب يا دانا يا انت ميتة. سوري سوري والله العظيم انا اسفه جدا. غني له حاجه. طب اغني له ايه؟ طب هو انت بتحب تسمع ايه شعوذه؟ انا بحب اسمع اغاني شعبي. اغاني شعبي؟ طيب انا كنت سامعاك مشغله اغنيه اولها، بس قولي اولها. سوق البنات. سوق البنات كله اماره، وانت مين؟ حلو انت مين؟ ولقيتني السوسو صاحب توتو ويا نات قمر.